وتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منورينا ومشرفينا قناه الاهلي واستاذكم استاذ الاهلي. يعني لازم نبدا يعني عزاء واجب للنجم الكبير الكابتن مصطفى عبده في وفاه حرمه. يعني ربنا ان شاء الله يتغمدها برحمته، وكل العزاء من القناه واكيد من اسره النادي الاهلي للكابتن الكبير نجم النادي الاهلي ونجم مصر كابتن مصطفى عبده. نروح نشوف تقرير عملته قناه النادي الاهلي للسيده الفاضله المرحومه حرم كابتن مصطفى عبده، ونشوف التقرير ونرجع لكم على طول. ربنا يصبره وربنا يرحم المغفورة ليها زوجته. وطبعا مصطفى عشرة عمر، ولحظات بتبقى صعبة لحظة الفراق، ولكن الدعوة ليها بالرحمة بإذن الله. بقاء لله كابتن مصطفى عبده وأسرته الكريمة في فقد طبعا زوجته مدام هالة، صاحبة كفاح كبير جدا مع مصطفى في كل مراحل حياته الانتقالية. نتمنى طبعا كابتن مصطفى عبده ان شاء الله الصبر والسلوان، ونتمنى لكابتن مصطفى عبده ان هو يتشجع كده ويجمد في المرحله اللي جايه، اللي مرحله صعبه بالنسبه له. هو والمرحومه كانوا بيعتبروا ثنائي كبير جدا في كفاحهم، في تربيه ولادهم، في نجوميته، في حياته الكرويه الفتره الماضيه. فبيفقد طبعا جزء غالي جدا من اسرته الكريمه وهي زوجته، يعني تقدر تقول عماد البيت او يعني الحجر الاساسي في بيت مصطفى عبده. نتمنى كابتن مصطفى عبده طبعا انه يكون عنده الصبر، ونتمنى انه هو يتحمل. انت عارف احنا كرياضيين عندنا جزئيه الصبر والمصابره دي موجوده وبصفه اساسيه في لاعبي كره القدم او الرياضي عامه. بتمنى لمصطفى ان شاء الله حياه سعيده، ونقول له اخر الاحزان ان شاء الله يا كابتن مصطفى. ربنا يصبره كابتن مصطفى عبده والناس اللي يعني مش يعني احنا طبعا ده واجب علينا طبعا كلاعب الكوره وفي مجال الرياضه، وكان كابتننا وكابتن مصر، وطبعا ربنا يرحم زوجته. وكانت اخت فاضله برضو من ضمن الناس اللي كانت موجوده من ضمن ناس النادي الاهلي اللي موجودين في النادي الاهلي كعضوه في النادي الاهلي ومارسه الرياضه في النادي الاهلي. طبعا دي سنه الحياه، ودي احنا كلها احنا بنوصل بعض، بس هي بتبقى عمليه الفراق. فاحنا بنقول له ان شاء الله يعني انت قدها، وان شاء الله يعني ربنا يصبرك ويرحمها ان شاء الله. كل اللي احنا نقدر نعمله لها واحنا عايشين كده ندعي لها، وهو طبعا اكيد حاجات كتير هو يتصدق بيها بالنسبه لها، ده اللي في ايدينا نعمل. والدعاء ما فيش اكتر من الواحد يدعي لها ان شاء الله رب الرحمه ان شاء الله. وقال الله لله ما اخذ والله ما اعطى، وانا لله وانا اليه راجعون. وزوجته كانت اخت فاضله طبعا، وربنا يرحمها برحمته الواسعه ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه. وربنا يصبر كابتن مصطفى اولاده البنات وكلنا اخواته، وطبعا ودهم لله سبحانه وتعالى ان شاء الله في الجنه باذن الله تعالى. في المناسبات الحزينه دي انا ما بتكلمش فيها، لكن اللي انا عاوز اقوله قلبي مع الكابتن مصطفى عبده، ما اقدرش اقول اكتر من كده. ربنا يصبرهم جميعا يا رب. كلنا معرضين للمصيبه دي، لان الموت ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران انها مصيبه. فيعني ربنا يا رب يلهمه الصبر والسلوان، ويقدر انه يعدي هو واولاده المصيبه دي، وان شاء الله باذن الله يعوضوا خير يا رب باذن الله ان شاء الله. كلمات بسيطه يا استاذ محمد تقول ايه طبعا للاستاذ احمد؟ طبعا الحاج احمد انا اسف، طبعا كلمات بسيطه تقولها لكابتن مصطفى عبده وحضورك النهارده تقول ايه؟ بقاء لله، وبقاء لله ولي ولاولاده، وربنا يديهم الصبر يا رب. نعزيه طبعا لانه
الانسان اللي يفقد زوجته ده يعني حقيقي ده فقد كبير جدا، وطبعا منتهى الصعوبه. يعني حتى انا مش عايزك تتخيل مصطفى، يعني احنا بنوقف معاه بنبقى يعني الحزن اكتر منه. عشان كده انا بتمنى انه ربنا يحتسبها يعني في جناته، ويكون مصطفى عبد يعني يتماسك هو واسرته، واحنا الحمد لله يعني وقفنا معاه عشان ما نحسش انه في اي نوع من الفقد. وربنا ان شاء الله يعني هيخليه يجتاز هذه الفتره الصعبه جدا جدا، وان شاء الله ربنا ما يجيبهاش لحد اخر، لكن ربنا يعني كما اخرج واعطى واخذ، فبالتالي الواحد ما فيش داعي يعني ياخذ الامور الا بايمان قوي. كابتن مصطفى ربنا يصبره الحقيقه، لان يمكن كانت زوجته يعني هي رفيق عمره، وكانت هي يعني واقفه جنبه باستمرار، فبقول ربنا يصبره ويديله يعني الصبر في المحنه اللي هو فيها. طبعا مش هكلم على كابتن مصطفى، لان مصطفى عبده من علامه من علامات الكوره في مصر، واتمنى ان شاء الله ان يعني يبقى بكل صحه وبكل خير في الفتره اللي جايه، ويكون الصبر هو الحاجه الوحيده اللي بنقولها له. النادي الاهلي ليه مبادئه وليه اخلاقياته، وكلنا مش بنقف مع اصدقائنا في الفرحه بس، ولكن بنقف معاهم في السراء والضراء، واحنا ايد واحده، ومهما كنا ومهما بعدنا احنا لينا ملتقى بنلتقي فيه بصفه مستمره. واذا نادانا النادي الاهلي في اي وقت فكلنا بنلبي النداء، لان النادي الاهلي قلعه كبيره وحصن متين واسم كبير ما يعرفوش الا اللي عاش فيه. يعني خالص التعازي باسم أسرة قناة نادي الأهلي للنجم الكبير، نجم مصر، نجم نادي الأهلي، الكابتن مصطفى عبده في وفاة زوجته. ربنا يتغمدها برحمته إن شاء الله وتكون آخر الأحزان يا كابتن مصطفى. يعني زي ما احنا شفنا يا جماعة، يعني كل مصر شفنا السيد المهندس محمود طاهر رئيس نادي الأهلي، شفنا الأسطورة الكابتن محمود الخطيب، شفنا السيد رئيس نادي الزمالك السيد مرتضى منصور، شفنا الكابتن الكبير حسن شحاته، يعني كتير قوي شفنا فنانين وفنانات، ويعني كل طوائف المجتمع اتجمعوا امبارح في عزاء المغفور لها زوجة الكابتن مصطفى عبده. يا رب يعني بنتجمع اكيد حاجة لازم نتجمع فيها، طبعا بنقف جنب كابتن كبير او اسم كبير زي الكابتن مصطفى عبده، يا ما عمل لمصر يا ما فرح مصر. يا رب نتجمع دايما في الاحزان وفي الافراح وفي الخير، يا رب دايما متجمعين. يعني مش لازم حاجه كده تجمعنا مناسبه، يكون يعني يا رب نتجمع دايما في كل حاجه كويسه. وخالص تعازي تاني للكابتن الكبير مصطفى عبده. من النقطه دي ندخل في الاجواء بتاعه ماتش الاهلي والنجم ان شاء الله المباراه المرتقبه. برضو اكيد الجماهير هتعيش لحظات صعبه لغايه انتهاء هذه المباراه، وان شاء الله النادي الاهلي زي ما معودنا وزي ما رجالته معودانا ان شاء الله ان هم دايما يطلعوا او دايما يبقوا قد التحدي، لانه هو تحدي، احنا دخلنا في تحدي ان شاء الله دايما نبقى قده. كل دعوات الجماهير الاهلاويه المخلصه لفرقتها ان شاء الله انها تجتاز عقبه النجم. مباراه مش سهله، مش زي ما الناس متخيله، وانا قلت قبل كده مباراه مش سهله، مباراه صعبه جدا جدا. النجم غير ترجي خالص، الملعب غير الملعب، الجماهير غير الجماهير، الاسلوب غير الاسلوب، الادوات غير الادوات، الادوات في كل حاجه، ادوات التعامل مع التحكيم عندهم سلسه جدا جدا، وبيعرفوا ازاي يتعاملوا مع الحكام، وكان ليهم سوابق قبل كده. يا رب ان شاء الله يعني يكون الحكم على قد المسؤوليه. المهندس محمود طاهر ان شاء الله يسافر لتونس الجمعه لرئاسه بعثه فريق كره القدم. المهندس محمود طاهر رئيس نادي الاهلي يصل الى تونس يوم الجمعه المقبل لتولي رئاسه بعثه الفريق خلال مواجهه النجم الساحلي التونسي بذهاب الدور نصف النهائي ببطوله ابطال افريقيا.
وكان المهندس محمود طاهر قد عاد إلى القاهرة بعد انتهاء مباراة الترجي التونسي بإياب دور الثمانية من البطولة لإنهاء بعض الملفات الخاصة داخل النادي على أن يعود إلى تونس مرة أخرى. كمان المهندس محمود طاهر بيطمن على بعثة الأهلي في اتصال هاتفي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي تلقى اتصال هاتفي من المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على أحوال الفريق وكافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة يوم الخميس إلى مدينة سوسة إن شاء الله، يعني بكرة. وقال السيد عبد الحفيظ أنه طمأن رئيس النادي على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق وأخبره بأن الجهاز الفني فضل السفر إلى سوسة الصباح غد الخميس عقب أو بعد انتهاء المران الصباحي ليعتاد اللاعبون على أجواء الإقامة والتدريب هناك وحتى يدخل الجميع في أجواء المباراة مبكرا. ده قدامكم يا جماعة، ده يعني بس مباشر للبدء في تدريب النادي الأهلي إن شاء الله اللي هيبدأ حالا قدام حضراتكم. الجهاز الفني، كابتن حسام، كابتن أحمد أيوب، كابتن طارق سليمان، كابتن سيد معوض، يعني كل الناس على قدم وساق. إن شاء الله كل التوفيق لرجالة الأهلي والجهاز الفني، وكل التوفيق لجماهيره، كل التوفيق لمن ينتمي إلى هذا الكيان الكبير. أوضح مدير الكرة أن كل الأمور التنظيمية الخاصة بالإقامة والترتيب والانتقالات والتدريب مرتبة في سوسة لاستقبال بعثة الأهلي بعد حجز الفنادق وملاعب التدريب ووسائل الانتقال وغيرها من الإجراءات التنظيمية للمعسكر. كابتن حسام بدري يعني تصريح شايف أنه معنوي قوي للنجم وليد أزارو، بيقول أن وليد أزارو مهاجم جيد وله إيجابيات كثيرة في الملعب. أشاد الكابتن حسام بدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بالمغربي النجم وليد أزارو مهاجم الفريق وأكد أنه له إيجابيات كثيرة في الملعب. البدري قال كمان أنه مقتنع بإمكانيات أزارو وطالما هناك جدل حوله فهذا يعني أن هناك إيجابيات وسلبيات، ولكن الجهاز الفني يرى الإيجابيات أكثر بكثير، فهو دائما متواجد في المكان المناسب وكان سببا أساسيا في هدفي الأهلي بمرمى الترجي في ملعب برج العرب بالإسكندرية. وأوضح البدري أنه يضع في اعتباره الحالة النفسية للاعب بعد استبعاده من منتخب المغرب وسوف يعمل على هذا الأمر في الفترة المقبلة. يعني استبعاد وليد أزارو في الفترة دي تحديدا لازم نعرف ان يعني او من وجهه نظرا يعني قعدت قلت ليه دلوقتي بيستبعدوه، يعني وليد أزارو بيستبعدوه ليه؟ عندنا احنا ممكن نكسب، وارد ان احنا ان شاء الله هنكسب، يعني مش عايز اقطع ان شاء الله تبقى مباراه يقدمها النادي الاهلي مباراه قويه جدا ان شاء الله يجتاز بيها النجم الساحلي، ممكن تقابل فريق مغربي. لما تقابل فريق مغربي وانت عندك فرود بتحاول توقع في معنوياته اكيد ده في مصلحه الكره المغربيه عموما، يعني ده تفسيري. لكن انا استبعده دلوقتي مش شايف ان انا عشان ضيعت فرصه او ضيعت فرصتين او ضيعت ثلاثه او ضيعت اربعه. دايما يا جماعه المهاجم اللي بيضيع كتير تعرفوا ان هو مهاجم هيجيب كتير بعد كده، لكن عايز الثقه. احنا قلنا قبل كده وبندي دايما مثل بفلافيو اللي قعدنا ما كانش حتى بيوصل لجون فلافيو، لكن كان مستر مانويل جوزيه كان عنده اعتقاد او ايمان بفلافيو كفيرود او كمهاجم عنده امكانيات كبيره جدا، واصبح فلافيو يعني بعديها بسنه او سنه وشويه اصبح فلافيو حديث الوسط الراضي كله في كل مكان، بيهدف في كل حته في اي مكان في اي زمان في اي وقت مع اي فريق. فيعني وليد أزارو مشروع مهاجم متميز جدا جدا، وان شاء الله الايام هتثبت ان وليد أزارو فعلا مهاجم من الطراز الفريد. لكن استبعاده من المنتخب المغربي اكيد ليها دور كبير في يعني وقوع وليد أزارو معنويا، لكن اكيد هو فاهم كده، اكيد الجهاز الفني فاهم كده، اكيد زمايله فاهمين كده. ان شاء الله وليد يرد بقوه خلال المباريات المقبله للنادي الاهلي. اتكلم كمان على اللاعب الانتاج الحربي عمر السعيد. عمر السعيد اعتقد ان كل مصر شايفاه لعيب مميز قوي، لعيب ما كانش باين خالص الانتاج جابه، احرز 5 اهداف لغايه دلوقتي، سجل في الزمالك هدف، سجل في طلائع الجيش هدف، سجل في مصر المقاصه هدف، سجل في الرجاء 2، يعني حاجه جميله جدا. مشروع مهاجم برضو متميز قوي. اعتقد كمان ان احنا لازم نبص او كجهاز فني ما فيهاش مغامره ان انت شايف لاعب متفوق جدا على نفسه، ايه المانع يعني اقتراحات، ايه المانع ان احنا يبقى عندنا مهاجم واثنين وثلاثه ولاعيبه بتهدف دلوقتي؟ احنا شفنا لما لعيب جاب جونين الدنيا اتقلبت عليه وقالوا ده مهاجم مش عارف ازاي وازاي يمشي وازاي مش عارف ايه عشان احرز هدفين، لكن احنا ما عندناش العين اللي تشوف ان اللعيب ده مهاجم كويس. اكيد يعني الموضوع سهل قوي، يعني كل التوفيق
للجهاز الفني ان هو يشوف اللعيبه الكويسه. عمر السعيد مرعي لاعب النجم اللي هيلعب ان شاء الله قدام النادي الاهلي المباراه القادمه، برده مرعي من المهاجمين الاكتف جدا الحيوي جدا اللي هو ما بيسيبش كوره وبيعرف يهدف، بيلعب بدماغه كويس قوي. سعد سمير قادر جدا 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 ان هو يوقف خطوره عمرو مرعي ان شاء الله. سعد سمير اي حد، نجيب، رامي، ان شاء الله اي حد يقدر يوقف خطوره عمرو مرعي. المباراه زي ما قلت يا جماعه المباراه مش سهله، المباراه صعبه جدا لكل المتخيلين المباراه دي سهله، لا صعبه جدا. مش عايزين ان احنا بقى ايه نحاول نشوف حته تانية علشان النادي الاهلي ياخد المباراه بسهوله، لا. النادي الاهلي عارف يعني، انا بطمن جميع النادي الاهلي هي دايما متخوفه، اقول لها يا كابتن خلي بالك اصل في ناس عامله تقول المباراه سهله واحنا خايفين الموضوع ده يوصل للفريق، لا طبعا الموضوع ده صعب جدا ان هو يوصل للنادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بياخد كل مباراه ان هي مباراه فاينل، مباراه نهائيه حتى في الدوري، حتى مع الفرق اللي هي يعني اقل من الاهلي بكتير، النادي الاهلي بيبقى واخد المباراه بمنتهى الجديه، نادر قوي النادي الاهلي لما تلاقي لعيبته يعني بيتسلل ليها الغرور شويه او الثقه الزايده شويه، لكن هم عارفين قيمه المباراه، عارفين ان احنا بنلعب مباراه قبل نهائي، مباراه حياه او موت، عارفين ان الكاس دي كاس غاليه قوي للجماهير الاهلاويه، الجماهير الاهلاويه كلها مستنيه البطوله تحديدا. عارفين كمان ان هي مش مجرد مباراه، مش مجرد بطوله، لا بطوله هتعمل فارق كبير جدا في الاهلي عموما. فاللعيبه عارفه قيمه المباراه، عارفين النجم الساحلي مش هيبقى زي اللي احنا شفناه قدام اهلي طرابلس، اكيد الموضوع هيختلف، كل ما بتطلع دور كل ما الحذر بيزيد، كل ما الجديه بتزيد، كل ما المعنويات بتعلى قوي، خصوصا كمان ان انا العب في ملعبي كان بتكلم كنجم ساحلي، العب في ملعبي الضيق اللي جمهور قريب من اللعيبه، الجمهور بيمارس ضغط معنوي على اللعيبه، ممكن تخيلوا كلامي الموجه لعيب النادي الاهلي، تخيلوا اي حاجه ممكن تحصل، يفكروكوا باي حاجه تضايقكوا، اي حاجه تزعلكوا، اي حاجه تخرجكوا عن شعوركوا. يعني انتوا عارفين اكيد واكيد مر عليكوا مثل هذه التجارب، تجارب كتيره جدا جدا مرت بلعيبه النادي الاهلي، اكيد عندهم يعني ما يكفي من الخبرات ان هم يتجاوزوا ازمه الجمهور التونسي، جمهور النجم الساحلي تحديدا. هي بس المشكله اللي انا متخوف منها بصراحه موضوع الحكم، يعني اتمنى الحكم يكون يعني مش عايزينه يجي معانا خالص خالص، احنا عايزينه يدينا ابسط حقوقنا، ابسط حقوقنا، مش عايزين يا اتحاد يا افريقيا حكم اللي هو حلف يعني بايمانات ربنا ان هو يخسر الفريق. شفنا الامرين في استاد برج العرب اللي هو يعني في قلبنا في مصر، الحكم يعني بيعلن العصيان، وشفنا في تونس، يعني شفنا في تونس الحكم يعني برضه مصمم. فيا رب يا رب يعني تخلي بالكم شويه بقى، يعني عشان الموضوع زاد. وبعدين احنا قلنا قبل كده او انا قلت قبل كده ان الموضوع يعني يا جماعه ده سمعة علينا قدام الناس اللي بتتفرج، الحكام المفروض هيروحوا يحكموا في كاس العالم، ما اعرفش يروحوا يحكموا باي وش. نفسي النادي الاهلي يسجل كده يعني مقاطع للحكم اللي حكم لنا المباراه اللي فاتت الاهلي والترجي في تونس، والاهلي والترجي في استاد برج العرب، ويوديهم للاتحاد الافريقي الحكام المرشحه، يديهم الاتحاد الدولي اسف الحكام المرشحه لإدارة مباريات في كأس العالم، حاجة لا يعني لا تشعرنا بالفخر تماما، يعني حكام المفروض إن هم هيمثلوا القارة الإفريقية، لا بصراحة لا ما يمثلوش حتى يعني دورة رمضانية بصراحة. فمباراة بمنتهى الجدية إن شاء الله، اللعيبة كمان تاخد مباراة بمنتهى الجدية، هيكون معانا بعد خليل امير هشام عشان يطمنا على الفريق ويطمنا على البعثه عموما ويطمنا على اخر مستجدات واللي حصل واللي هيحصل ان شاء الله وترتيبات الفريق للمباراه ان شاء الله، واللعيبه الجاهزه، اللعيبه اللي هتدخل، اللعيبه المجهده شويه، كابتن حسام بيفكر ازاي، قلنا على كل التفاصيل عشان تبقوا معانا في قلب الحدث. دي يعني انا حبيت ابدا معاكم في الموضوع ده تحديدا علشان انتوا كنتوا قلقانين من الموضوع ده. احنا ان شاء الله لعيبه الاهلي مات، انتوا شفتوا يعني شفتوا بنفسكم ان هم لما بيدخلوا في اي تحدي دايما بيبقوا قدوا. طيب الاستاذ علي عثمان من تونس الصحفي الكبير، استاذ علي اهلا بيك. مساء الخير استاذ عبد الحميد، تحيه ليك وتحيه لكل مشاهدي قناه الاهلي. مساء الخير يا استاذ علي، وانا بشرف ان انا التقي معاك للمره الثانيه عشان تقول لنا بقى على التطورات اللي بتحصل عندك في تونس تحديدا.
بالضبط، شكرا. تتوارث على صعيد الترجي الرياضي التونسي او فيما يتعلق بمباراه النجم اكيد اكيد مباراه النجم اكيد خلاص هي الحدث. هي الحدث الحين. هي بالضبط التحضيرات، يعني النجم الساحلي واصل تحضيراته بالسعوديه، وكذلك الاهلي غدا ينتقل الى سوسه. اكيد عندكم المعلومات. الجديد انه تم تخصيص 16,000 تذكره لمباراه النجم والاهلي. يعني حضور جماهيري سيكون في حدود 16,000 مشجع في ملعب الاولمبي في سوسه. هو الاستاد ساعته كام يا استاذ علي؟ نعم الاستاد ساعته كام؟ الاستاد حوالي 25,000، يعني بين 25,000 و30,000. تمام مشجع. تمام. يعني بس هم تعرف السلطات الامنيه هنا من بعد الثوره كما عندكم في مصر بالضبط. اكيد يعني اكيد دائما العدد الجماهيري المسموح لها بالدخول اقل تقريبا نصف العدد أكيد الكامل أكيد او اقل شويه. اكيد اكيد. يعني بالنسبه للنجم الساحلي يعني تحضيرات عاديه، اكيد في تركيز طبعا المباراه، ولكن بحضور جميع اللاعبين، ما عندش يعني لا اصابات ولا شيء، يعني كل اللاعبين يتدربوا عادي مع المجموعه. تمام. يعني قول لي فريق النجم مكتمل الصفوف، في عنده اصابات، في عنده انذارات، يعني طمنا، يعني نقل لنا الصوره عشان الجمهور كمان، انت عارف الجمهور بيحب يعرف كل هذه الامور. بالضبط بالضبط التفاصيل. هي مباراه النجم الساحلي تقريبا ضد الاهلي، النجم سيلعب بتشكيلته المثاليه، ما اعتقدش انه الا في حال المدرب يريد اختار انه يقوم ببعض التغييرات، يعني من حيث الاختيارات الفنيه والتكتيكيه حسب مقتضيات المباراه، ولكن اعتقد انه جميع اللاعبين جاهزين لهذه المباراه على الاقل حتى الوقت الحالي. تعرف لانه في التدريبات ساعات بتصير تطورات او بتصير جديد. فيش يعني لحد الان لاعب سيتخلف عن المباراه، غير بالعكس حماس بين اللاعبين، كل اللاعبين يعني ينتظروا هذه المباراه، عارفين لانه مباراه الاولمبي بسوسة ستكون مباراة هامة، خاصة نتيجتها بالنسبة للنجم الساحلي الذي يريد الخروج بأسبقية النتيجة تريفة ربما في مباراة العودة في مصر، وكذلك الأهلي يريد العودة إلى مصر بنتيجة مطمئنة حتى يتمكن من حسم الأمور في مباراة الإياب على ملعب. أكيد. يعني مباراة النجم الساحلي مع النادي الأهلي يا أستاذ علي أكيد مختلفة تماما عن مباراة الترجي، وأكيد كمان يعني النجم الساحلي كنادي عموما شاف إن الأهلي خصم لا يستهان به، حتى وإن كانت في أقاويل زي ما إحنا اتكلمنا قبل كده في المكالمة الهاتفية اللي حضرتك يعني أنا اتشرفت بيك المرة السابقة، إن قلت لك تصريحات فوزي البنزرتي كانت إدت نوع من الثقة شوية للاعبي الترجي، يعني عشان كده النادي الاهلي كمان خد التصريحات دي بدافع معنوي اكبر، فاكيد النجم الساحلي يعني اكيد الموضوع بالنسبه له مختلف تماما عن مباراه الترجي. بالضبط بالضبط. ربما الترجي الاطار الفني واللاعبين بدرجه اولى وقعوا في نوع من الغرور بعد مباراه الذهاب 2-2، كانوا يعتقدوا ان تسجيل هدفين خارج ملعبهم في مصر يعني في مباراة الإياب ستكون سهلة، خاصة بعد التعادل 1-1، ولكن جاء هدف الأهلي الثاني يعني هو اللي حسم المباراة لصالح الأهلي. بالنسبة للنجم الساحلي أكيد بيعرفوا السيناريو هذا، وكان حتى مسؤوليه يعني حسين جنيح المدير التنفيذي للنجم الساحلي أكد وقال أنه خلاص احنا الحين طوينا صفحة مباراة الترجي والأهلي، احنا ننافس الأهلي في مباراة نصف النهائي، قال سنقوم نقدم كل ما لدينا، النجم فريق كبير، الاهلي فريق كبير ايضا، الان المنافسات اصبحت اكثر قوه في نصف النهائي، بالطبع كل فريق يريد اخذ اسبقيه هامه في مباراه الذهاب على ملعبه، لان تعرف المباراه لما تكون خارج ميدانك بتكون اصعب بكثير من ناحيه الضغط الجماهيري على الفريق الضيف، وكذلك الـ 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 الأسبقية المعنوية، ولهذا أعتقد أنه لاعبين النجم والإطار الفني والمسؤولين مصممين أنه يلعبوا مباراة، وخاصة أنه في الحقيقة الأهلي فريق قوي هذا معروف، يعني سألوا شأن بقية الأندية اللي دائما بتلعب الأدوار النهائية في دوري أبطال أفريقيا، وفريق متمكن جدا وأثبت أنه في المباريات الأخيرة خاصة منذ السنة الفارطة أنه فريق
قوي جدا خارج ميدانه، في بعض الاحيان بيكون حتى اقوى من 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 اللعب امام جمهوره على ميدانه. اكيد اكيد. يعني حضرتك يا زعلي بصفتك متابع طبعا للنجم الساحلي، فريق من اكبر فرق في تونس، تفتكر هيبداوا المباراه ازاي؟ هيبقى في حرص ولا هيبقى في اسبقيه في التبادل الهجمات او الهجوم على النادي الاهلي في اجزائه الاولى الدفاعيه، ولا شايف المباراه النجم هياخدها ازاي؟ بالضبط، هو على ما اعتقد ان المدرب جديد، مدرب عنده خبره كبيره، كان يدرب في مازيمبي، يعني متعود بالمباريات الافريقيه، وكان فاز ايضا باللقب مع مازيمبي، يعني متعود بالمباريات الافريقيه، واكيد درس الاهلي جيدا، مثل زاد حسام البدري اكيد درس النجم الساحلي جيدا. اعتقد انه النجم لن يلعب المباراه بشكل دفاعي، لانه هذه فرصه على ميدانه، يريد اخذ اسبقيه الوصول الى مرمى الاهلي على الاقل بهدف او اثنين في المباراه حتى يتحول الى مصر باريحيه معنويه. نفس الشيء بالنسبه للاهلي، الاهلي ما اعتقدش انه بيلعب دفاع فقط في هذه المباراه، اكيد انه سيلعب على ربما على المرتدات، وسيريد وسيحاول استغلال المساحات التي ربما يتركها لاعبي النجم الساحلي لما يصعدوا للهجوم. اعتقد انه مباراه ستكون مباراه مفتوحه من الجانبين، انه ما اعتقدش انه كل مدرب سيلعب مثلا بخطه دفاعيه مطلقه او هجوم مطلق، لانه في كلتا الحالتين يعني اعتقد انه ليست حل اللعب بهذه الطريقه، خاصه انه في مباراه اياب ربما تحسم الامور، مثل ما ايضا ربما مباراه الذهاب تحسم الامور. يعني كل الاحتمالات على ما اعتقد وارده في هذه المباراه، ومثل ايضا كل مباريات الادوار من ربع النهائي الى نصف النهائي الى دوري النهائي طبعا. اكيد. يعني خلينا نتكلم بصفتنا ان احنا عايزين حكام، يعني نتكلم لنا بقى في مصر اهلي ولا حضرتك في تونس بتشجع فريق تونس، خلينا نتكلم في العموم ان احنا عايزين حكام تمثل القاره الافريقيه ويبقى لينا تمثيل مشرف خصوصا في المحافل الكبرى زي كاس العالم. هل ترى المستوى التحكيمي هل يليق باسم القاره الافريقيه ان هو يمثلنا في كاس عالم بالمستويات اللي احنا شفناها قبل كده في المباريات؟ بالضبط، هو التحكيم الافريقي منذ مواسم استاذ عبد الحميد، يعني بتعرف انت منذ سنوات طويله التحكيم الافريقي صار وصمه عار في عديد المباريات الهامه، وخاصه المباريات الدوليه سواء في دوري ابطال افريقيا، في كاس الكونفدراليه، في كاس افريقيا للامم. شفنا كم من مره تجاوزات يندلها جبين من حكام في امام في مباريات هامه وحاسمه ويتفرج عليها الملايين في العالم، في جميع انحاء العالم شفنا هذه التجاوزات. وان شاء الله على كل حال ممكن مع التغييرات اللي حدثت في صلب الاتحاد الافريقي لكره القدم بعد التعيينات، بعد خروج عيسى حيات وقدوم احمد لرئاسه الاتحاد الافريقي، مع التغييرات، مع حرص عديد الاطراف على التحسين من مستوى التحكيم الافريقي، ولكن تبقى ايضا هذه امور كما يقولوا شخصيه، يعني كل حكم وكيف بيشوف يعني في مستويات. انا اعتقد انه الى حد الان ما شفناش اشياء يعني سيئه جدا، بتعرف الاخطاء التحكيميه بتصير في كل مكان، نشوفوها في اوروبا، في امريكا اللاتينيه، اكيد اكيد في اخطاء تحكيميه، ولكن اعتقد انه الاهم بالنسبه للفرق او المنتخبات العربيه ومنتخبات شمال افريقيا انهم بيركزوا على اللعب اكثر من التحكيم، لانه اكيد المباراه سواء الترجي، النجم، الاهلي، الزمالك، الوداد، الرجاء، كل هذه الانديه ينتقدوا في مرات كثيره التحكيم حتى قبل بدايه المباراه، يسلطوا ضغط، بيحاولوا ضغط، ولكن في نهايه المطاف يعني كم من مره بتشوف فريق بينسحب ربما بالاخطاء التحكيميه، صح بيصير خطا او اثنين، ولكن لو انت تضع الكره في الشباك وتسجل هدف وتسجل اثنين، ما اعتقدش انه حكم بيكون هدف يعني شرعي 100% بيرفض الحكم مباشره يعني بطريقه مثل هذه. واعتقد انه الحكام ايضا الان اصبحوا تحت الاضواء، خاصه بعد في مباريات نصف النهائي، في مباريات النهائي، ربع النهائي، يعني خلاص المباريات تكون هامه بالنسبه لهم لمشوارها مثلا. اكيد وأيضا اكيد للانديه، وايضا هو امتحان للكاف، الاتحاد الافريقي لكره القدم، وبالذات لجنه التعيينات الحكام. اكيد اكيد. يعني استاذ علي، يعني شكرا على مداخلتك الجميله دي، ويعني طلعت لنا على تفاصيل كتير جدا، شكرا جدا استاذ علي عثمان الصحفي التونسي، شكرا جدا لحضرتك. يعني هو الاستاذ علي اشار ان الحكم
لو الكره دخلت الشبكه يعني مش هيقول لا، يعني مش هيقول لا الكره مثلا لا دي اوفسايد، مش يعني لو جون شرعي مش هيلغيه، لكن الحكم ممكن يأيد اللعيبه كتير جدا، يعني ممكن يدي فاولات للفرق الثانيه زي ما شفنا، ممكن ما يعني يتغاضى عن احتسابات او احتساب ركلات جزاء صحيحه جدا، ممكن لاين مان زي ما احنا برضو شفنا بيحسب تسللات، يعني بي 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 يعني بيقفل على الفريق قوي، بيحزم الفريق قوي باللغه العاميه بتاعتنا بتاعت الكوره، بيخليه ان هو يعني ايه يعني خلي بالك اي حاجه احسب عليك فاول، فتبقى داخل على اللعيب خايف تلمسه زي ما شفنا رامي الماتش اللي فات ونجيب خايفين يلمسوا الفراوده، اول ما يلمسوا بس اي اشتباك عادي جدا فاول، اي مش عارف ايه فاول، فلا الحكم بيبقى ليه طبعا ادوار اخرى هامشيه لكن مؤثره جدا. كل التوفيق للنادي الاهلي، مباراه زي ما قلت لكم كبيره جدا، قال 16,000 متفرج، 16,000 في ملعب صغير، انتوا عارفين الصوت بيبقى عامل ازاي، 16,000 في ملعب الجماهير قريبه قوي من الملعب، هتبقوا عارفين طبعا مدى صوت الجماهير دي، لكن النادي الاهلي متعود، النادي الاهلي متعود، واعتقد ان الجماهير دلوقتي بتدي له دفعه، حتى لو دفعه معنويه بياخدها من جمهور الخصم، لكن بتدي له دفعه. زي ما احنا شفنا في مباراه الترجي كان الاهلي لا يعني لا يخشى الجماهير تماما، بل بالعكس الشوط الثاني كان لينا اليد العليا في كل حاجه، وكمان في بعض اجزاء من الشوط الاول ان شاء الله كابتن حسام البدري والرجاله بتاعته يكونوا يعني في قمه مستواهم الفني والذهني والبدني وكل حاجه. يوم الاحد ان شاء الله مباراه بيستناها كل عشاء النادي الاهلي، زي ما قلنا برده الكابتن سيد عبد الحفيظ رتب كل حاجه في سوسه، اطمئنان دايما من اداره النادي هنا، اكيد الجماهير كمان نفسها كمان تحضر المباراه بكثافه، لكن ان شاء الله ان شاء الله في مصر ان شاء الله يعني الامن يسمح لنا بعدد اكبر، احنا ممكن ناخد نص الاستاد يعني ما فيهاش مشكله خالص، احنا شفنا التزام مثالي من الجماهير في مباراه الترجي اللي كانت في برج العرب، التزام مثالي، شفنا التزام مثالي من الجماهير راحت سندت النادي الاهلي في تمرينه النادي الاهلي في الجزيره، حاجه يعني ولا اروع من كده، فاعتقد ان الجماهير بتقول لكم لو سمحتوا سيبوا الموضوع شويه، يعني اتمنى ان الامن يعني يدينا عدد كبير، الدنيا تبقى حلوه ونرجع تاني الاهلي يفرح مصر كلها بمباراه العوده ان شاء الله، ان شاء الله يفرحهم في تونس، لكن ان شاء الله في مباراه العوده يفرحهم اكتر واكتر واكتر ان شاء الله. الان والله زيكم بالظبط، القلق بقى بيجي لنا من بدري، احنا كل ما ندخل في دور، لكن مش هيبقى قلق زي مباراه الترجي بصراحه، مباراه الترجي كانت بطوله في حد ذاتها، مباراه الترجي كانت تحدي كبير في حد ذاته، مباراه الترجي كانت بالنسبه لجماهير النادي الاهلي اللي كانت حاسه باهميتها قوي وراحت له ستتش، بتعبر عن الجماهير اللي هي مش قادره تروح، كانت رساله واضحه قوي ان احنا حاسين بيكم وحاسين قد ايه ان الموضوع صعب وحاسين قد ايه ان انتوا محتاجيننا، فعشان كده رحنا، عشان كده المباراه كانت مش مجرد مباراه، مش مجرد فرحه، مش مجرد حتى لو كانت بطوله، والله كان طعم الفوز احلى من البطوله، واكيد حضراتكم حسيتوا هذه المباراه ازاي. طيب هنطلع فاصل وهنرجع لحضراتكم على طول، استنونا. حضراتكم من جديد، يعني انضم لي نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر الكابتن كبير كابتن ماهر همام، اهلا بيك كابتن. ميدو ازيك حضرتك؟ الحمد لله على السلامه حاج مبرور حبيبي، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك، عقبالك ان شاء الله، ربنا يخليك يا رب. يعني كنا لسه بنعرض تقرير عن وفاه زوجه الكابتن الكبير مصطفى عبده، طبعا كنت حضرتك مشارك هناك. لو عايز تنقل له تعزيك تاني من خلال قناه النادي الاهلي اتفضل. الله يرحمها طبعا، حرم الكابتن مصطفى عبده مدام هالة، يعني رحله كفاح كابتن ميدو بشكل كبير جدا مع كابتن مصطفى في الحفاظ على نجوميته والحفاظ على البيت والاسره الكريمه، ورحله عمر يعني ده اقل حاجه احنا نقدمها لكابتن مصطفى عبده. امبارح زحف جماهيري شفنا كل المستويات اللي موجوده، اهلاوي زملكاوي ترسناوي اسماعيلاوي وزير للرياضه رؤساء مجالس إدارة أندية سيادة المستشار مرتضى منصور
نجوم نادي الزمالك، نجوم نادي الاهلي، نجوم نادي الاسماعيلي، كل الناس اللي عاشت وعصرت الكابتن مصطفى عبده امبارح يعني كان لهم موقف جميل جدا ان هم جم عزوا وساندوا كابتن مصطفى. بنقول له كابتن مصطفى اخر الاحزان ان شاء الله باذن الله، وهو قدها ودود يعني محتاج ان هو عنده صبر ومصابره. انت عارف احنا كرياضيين نتحمل الشدائد بهذا الشكل. اتمنى كابتن مصطفى عبده حياه كريمه ان شاء الله الفتره القادمه باذن الله. يعني زي ما حضرتك قلت يعني كانت نخبه كبيره من كل مصر كانت هناك امبارح، وانا قلت طبعا يعني مع خالص العزاء للكابتن الكبير مصطفى عبده، قلت نفسي النخبه دي تتجمع في كل حاجه بصراحه. ان شاء الله ان شاء الله مش لازم نتجمع في الاحزان، يعني ممكن نتجمع في الافراح، نتجمع في كل حاجه طالما احنا قادرين ان احنا بنتجمع. يعني مش لازم حاجه حزن قوي يجمعنا، يا رب نتجمع دايما. لا وصلنا كانت نخبه مميزه جدا من نخب يعني الشعب المصري كلها بالظبط، يعني زي ما انت قلت صح، الفئات ومختلف صح. التدرجات الوظيفيه مختلف، يعني حاجه بصراحه يعني من الكبير للصغير. فنفسي ان احنا نشوف التجمعات دي دايما في كل مكان وفي اي مناسبه ان شاء الله. ان شاء الله في الافراح باذن الله، والمحك الدولي والافريقي ومصر بالذات تلاقي كل الناس بتلتفت بشكل كبير يعني. يا رب يا رب. يعني الحدث بتاعنا الاهلي والنجم والبطوله الافريقيه طبعا حاجه يعني الجماهير بتحلم بيها. قول لي شعورك اللي جاي كده المباراه كده يعني بصفه عامه. بص يا بيدو، احنا قبل الترجي كان عندنا شعور كبير جدا، ويمكن ده اللي ادهولنا الشعور بالحافز، الشعور بالثقه، الشعور بالانتصار. جمهور النادي الاهلي الكبير اللي زحف على نادي مختار التتشي اهلي بجزيره، وكان مثال قوي جدا بيدل على ان في وعي في جمهور النادي الاهلي، في ثقافه في جمهور النادي الاهلي، في حس في جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ذواق وصاحب بطولات، ولما بيحس ان فريقه محتاجاه فعلا بيلبي وبيجي بالشكل اللي احنا شفناه. وطبعا قنواتنا المفضله قناه النادي الاهلي قدرت تجيب لنا الحدث من اوله في دخله الجمهور وهم منظمين في الهتافات، في قلب التمرين، في التنظيم، في قلب التدريب. قدروا ان هم يوصلوا روحهم وهتافاتهم لكل واحد من جهاز فني حسام البدري ورجالته، حتى الاداريين، حتى عمال الغرف الملابس، حتى اللاعبين. يمكن كمان شريف اكرامي نال من الهتافات بشكل كبير جدا، وحسوا لعيبه النادي الاهلي ان هم وراهم وان هم محتاجين الدفع ده بالذات. وفروا وقت على كابتن حسام في الجانب النفسي ان هو يعمل محاضرات ويعمل قعدات ويعمل اشكال. محدش يعرف يعمل كده غير الجمهور. بالظبط بالظبط، محدش يعرف يعمل كده غير الجمهور بصراحه. وانا ده دي كبير طبعا لكابتن حسام بدري. والدفع بتاعتهم دي يا كابتن ميدو هي اللي ادتنا الشكل الجميل. دي كانت البدايه. دي كانت البدايه. النقطه الثانيه يعني موقف تاريخي يا كابتن. طبعا يعني طبعا جمهور النادي الاهلي يا جماعه يعني مش محتاج ان احنا نتكلم عنه دايما في المواقف، لكن موقف ماتش الترجي بالذات يا كابتن ماهر انا بعتقد او مش بعتقد ده هو موقف تاريخي هيخلد في سجلات النادي الاهلي، ان في جمهور كان حاسس قوي بفرقته وراح لها يعني برغم التحذيرات، مش عارف كان ايه التحذيرات دي. اوعى تروحوا واحنا خايفين عليكم واحنا قلبنا عليكم ومش احنا انتوا زي اولادنا، اوعى تروحوا مش عارف ليه. يعني سبحان الله، وبالرغم من كده التتش كان مليان على اخره. وهو ده سمه جمهور النادي الاهلي كابتن ميدو، ان هو طول عمره في كل العهود التواصل اللي بينه وبين لعيبه النادي الاهلي، الكيمياء اللي بينه وبين اللعيبه، وحبه للعيبه وحبه للشعار وحبه للمؤسسه الكبيره ديت. وهو كمان بيشارك مع اللعيبه دي في الانتصارات، بيشارك مع اللعيبه دي في كل الدواليب اللي موجوده في بطولات النادي الاهلي. فالدافع ده يا كابتن ميدو انا شايف ان هو بيكمل مع الجهاز الفني ومع اللاعبين المرحله اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده اللي هي النجم الساحلي. لكن بعد كده الجانب الفني اللي الكابتن حسام البدري، واحنا يمكن قلنا مع الكابتن فاروق هنا ان في كذا سيناريو للمباريات اللي بالشكل ده، المباريات اللي هي مصيريه اللي انت محتاج فيها انك انت تكسب المباراه. في يمكن كذا سيناريو احنا اتكلمنا عليه ووضحنا قبل كده، وقلنا ان الكلام ده طبعا الكابتن حسام هو ادرى بيه مننا بشكل كبير جدا، واحنا بنحاول ان احنا نساعد على قد ما نقدر ببعض الخبرات اللي احنا عشناها في المباريات اللي بالشكل ده. وقلنا يا كابتن ميدو لو النادي الاهلي في سيناريو من السيناريوهات، لو النادي الاهلي قدر يحافظ في الربع ساعه الاولى ما يجيش فيه، هتديله ثقه ان هو يقدر بعد كده ان هو ينول من المباراه. طب في حاله لو النادي الاهلي جه في جول، ايه الكابتن حسام ممكن يقدر يعمل ايه؟ وده اللي حصل،
يعني من ضمن السيناريوهات ان احنا قلنا بالظبط في مباراه الترجي ان كابتن حسام او النادي الاهلي لو جه في جول الكابتن حسام هيعمل ايه، فقلنا ان احنا السيناريو الثالث بقى ان الكابتن حسام في حاله احراز هدف فيه ان الشوط الثاني هيبقى معظم التغييرات للكابتن حسام تغييرات هجوميه عشان عايز يوصل لمرحله التعادل واخد بالك، وبعد كده يقدر يدفع بورق هجومي كمان عشان يقدر يكسب المباراه لان نتيجه 1-1 كانت لصالح الترجي. فالحمد لله اللي احنا اتنبأنا بيها كابتن ميدو حصل بشكل كبير جدا في السيناريو 90 دقيقه اللي كانت في رادس في مباراه الترجي، وبحيي طبعا الجهاز الفني على وعيه وثقافته في حاله ان هو كابتن ميدو قدر يذاكر الترجي بشكل كبير جدا. كانت مباراه الاولانيه في الذهاب برج العرب في برج العرب كانت بالنسبه لنا درس قوي جدا للجهاز الفني بالذات قبل اللاعبين، لان الجهاز الفني قدر يذاكر بشكل كبير جدا فرقه الترجي وقدر ان هو يحط المعايير والمقاييس والحلول للمباراه القادمه في رادس. زي ما قلت لك ان بعض السيناريوهات ان احنا الجزء الشوط الثاني بالذات نجح الكابتن حسام في التغييرات اللي عملها انه خرج مؤمن واضاف باجاي اللي عمل لنا فارق بشكل كبير جدا خصوصا في الهدف الثاني. يعني دي من ضمن الحاجات اللي كانت تحسب للكابتن حسام. اضاف لنا هشام محمد واحنا كانت مفاجاه بالنسبه لنا ان هشام وجوده مع فريق النادي الاهلي فتره قليله جدا، لكن كان ثقه الجهاز الفني في هشام محمد وامن بالظبط انه يامن نص ملعبه بالزبط. واحنا كسبانين 2-1 ونجح هشام ان هو بثقه وبتقان ومهاره هشام واتزانه في اللعب وادائه، ومنهم واحده تصويبه عملها كانت ممكن تجي الهدف بشكل كبير. لعيب كويس جدا طبعا كنا نتمنى طبعا ازارو اللي احنا بنتمنى له، انت لسه كنت بتتكلم عليه ان شاء الله لما الفرود اللي بيوصل لميدو مره واثنين وثلاثه فهو قادر ان شاء الله بالزبط. ان يقدر يحرز من بالزبط. الاهداف بالزبط. كنا ممكن نخلص النتيجه 3-1. كابتن ماهر يعني شويه من الجماهير قلقانه ان انت اكتست خصم عنيد جدا اللي هو الترجي، فخايفين يكون في ثقه بقى زياده ان انت خلاص مباراه النجم الساحلي لا انت ممكن ان شاء الله تكسبها ومش هتتعب فيها قوي القلق ده تسلل ليك ولا قول لي عشان نطمن الجماهير؟ هو القلق اللي تسلل لينا احنا كفنيين حته مهم جدا حته الثقه انك انت السيناريو اختلف يا ميدو. ده يا كابتن علشان بس مع الساده المشاهدين ده التدريب يا جماعه قدامكم حالا، يعني ده التدريب حصري على شاشه الاهلي، التدريب دلوقتي في تونس، كل التوفيق طبعا. ده شكله هناك برد، سيد معوض لابس جاكيت اهو. من يعني ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق ليكم ان شاء الله رجاله. واضح واضح يا كابتن ميدو ان في تركيز من اللعيبه في الاحماء، واخد بالك ان كل الناس بتجري بشكل منظم، ان كل الناس لو تقرب الكاميرا كده هتلاقي في اصرار وفي عزيمه على شكل لعيبه النادي الاهلي، في ابتسامه ثقه يعني بيبعتوها لنا لعيبه النادي الاهلي لجمهور النادي الاهلي، اطمئنوا انكم انتوا عندكم رجاله ورجاله مقاتلين ورجاله من معدن ثمين لعيبه النادي الاهلي أكيد. ان هم قادرين على ان شاء الله ان هم يرجعوا لنا بنتيجه ايجابيه من مباراه النجم الساحلي في تونس. وانا عايز احيي كابتن ميدو الجهاز الفني وذكائه وقراره في انه يبقى في تونس. دي خد بالك يعني كانت حته مهمه جدا فنيا انك انت عشان ترجع القاهره صعب فيها نوع من الاجهاد صعب جدا يعني في نوع من عدم التركيز يعني. بالظبط كده فهم انا بحييهم طبعا وبحيي مجلس اداره النادي الاهلي انه وافق للجهاز الفني ان هو يكمل المعسكر في تونس زي ما انت قلت، حتى من اجواء الجو اللي يقدر يتعود عليها لعيبه النادي الاهلي بالزبط. ان كان في درجه حراره عاليه شويه في تونس، النهارده درجه الحراره بتبدا تنزل في تونس، فدي من ضمن الحاجات اللي بيعتمد عليها الجهاز الفني ان اللعيبه تتعايش من خلال الاجواء الطبيعيه في تونس عشان تساعده ما تفاجئش بيها في مباراه النجم الساحلي. ودي طبعا بعد النماذج التدريبيه للجانب البدني اللي احنا بنحيي طبعا من خلال برنامج كابتن ميدو بالراجل مدرب الاحمال بصراحه انيس شعلالي هايل يعني قدر انه يوصل لعيبه النادي الاهلي في خلال هذا العام ان معظم ال 29 لعيب بقوا جاهزين بدنيا وفنيا وتكتيكيا، وده بيرجع كابتن ميدو للعامل البدني، لان لو ما فيش عامل بدني موجود بنسبه عاليه جدا في لعيبه النادي الاهلي ما كانش ظهر النادي الاهلي في الشوط الثاني في مباراه الترجي.
السياده بالزبط. من خلال التمرير والاستحواذ والضغط واخبارك والاهداف اللي ظهرت بشكل كبير، وده يمكن اللي اعتمد عليها كابتن حسام البدري في المباراه الاولى، ان نادي الترجي اخر ربع ساعه كابتن ميدو ما حسيناش بيهم بالزبط. حسينا ان اللياقه البدنيه وقعت بالنسبه لنادي الترجي بالزبط. كل العوامل دي اكيد الكابتن حسام بيحطها النهارده في الملف بتاع النجم الساحلي. المباراه دي محتاجه تركيز اكتر، المباراه دي هنتكلم من خلالها على ايه اللي ممكن يعمله الجهاز الفني فنيا في 90 دقيقه الاولى في مباراه النجم الساحلي. اكيد يا كابتن ماهر، يعني برضو ارجع للسؤال ليك، سؤال الثقه، وهل فعلا اللعيبه ممكن يتسلل ليهم ثقه زايده شويه ان هم عدوا الترجي كانت مباراه يعني قمه في التحدي، فالموضوع بالنسبه لهم بقى اسهل شويه، ولا الموضوع ازاي؟ بص يا كابتن ميدو، هم لعبتنا الحمد لله رب العالمين معظم التكوين لفريق النادي الاهلي بيعتمد على الخبرات اللي ممثله يمكن في 7-8 لعيبه. ال7-8 لعيبه دول الثقه بالنسبه لهم ان هم يجتازوا المرحله القادمه، وان هم يجتازوا ويكسبوا البطوله. هم عاشوا الاجواء دي مع المنتخب ومع النادي الاهلي، فانا عايز اطمن جمهور النادي الاهلي ان ثقه لعيبه النادي الاهلي ثقه كبيره، وان هم لن يتخاذلوا، وان هم مش هيحصل نوع من الارتخاء او نوع من الاستهتار. لا بالعكس، ان معظم النجوم والخبرات اللي موجوده عليها تركيبه لعيبه النادي الاهلي كلهم بيحترموا الخصم بشكل كبير جدا، وانت لو سالتهم واحد واحد هيقول لك ان احنا بنحترم النجم الساحلي اكتر كمان من الترجي، لان هم عارفين ان هم رايحين على مرحله اقوى، مرحله اصعب. انا بقول لك الكلام طبعا عشان نجم كبير طبعا، وتطمن برضو الجماهير، لان الجماهير كذا حد يعني مش كذا حد بس ناس كتير قوي متخوفه من الموضوع ده، ان انت هو ده شيء طبيعي، من حقهم، كسبان فرقه كبيره قوي طبعا، كنت داخل بتحدي ودفعات معنويه واخدها من جماهيرك هنا ورايح تونس، فيعني ممكن تكون لا المعنويات بتاعتنا قلت شويه، لكن مش للنادي الاهلي يا جماعه، مش لجماهير النادي الاهلي، عشان كده بسال الكابتن ماهر همام وهو يعني يرد بلسان. من حقهم يا كابتن ميدو ان جمهور النادي الاهلي يقلق، وانت عارف ان بردك من عيوب الكره المصريه انك انت لما بتعدي مرحله وتوصل لمرحله خصوصا في تونس انت كسبان الترجي اللي هو بيعتبر المنافس او رقم واحد للافريقي في الدوري التونسي، فانت النهارده لما بتكسب الكبير خلاص بقى كله بيتلم بقى، وكله بيخاف وكله بيقلق. لا بالعكس، لعيبه النادي الاهلي عندها تصميم وعزيمه، لعيبه النادي الاهلي عندها دوافع بشكل كبير جدا، لعيبه النادي الاهلي عندها البطوله بقى لها 4 سنين أو 5 سنين يا كابتن ميدو ما حصلتش عليها. يهم الجيل ده كمان انه يلعب في مونديال كاس العالم للانديه، تاريخ للعيبه ديت، يمكن هتلاقي عنصر او عنصرين يا ميدو بس، هم يمكن شريف اكرامي اللي لعب قبل كده واحمد فتحي وحسام عاشور، يعني ثلاث حط عماد متعب، ثلاث اربع لعيبه يمكن، وحسام غالي لما كان موجود، ثلاث اربع لعيبه هم بس يمكن اللي مثلوا قبل كده. احمد عادل عبد المنعم يعني من 29 لعيب فتلاقي عدد كبير جدا، فطبعا كل لعيبه. الشناوي برضه سافر كاس العالم الانديه قبل ما يروح، الشناوي 7 لعيبه هتلاقي 29 او الباقي اللعيبه اكيد نفسهم. الصوره باينه على حسام البدري ان هو طبعا واضح ان التركيز حتى على حسام البدري ان من بدايه التدريب بدايه الاحماء انه فكره رايح في الماتش بشكل كبير جدا، زي ما قلت لك هتلاقي اللعيبه كلها مركزه في ادائها في الاحماء في الاجواء او الحمل اللي بعد التسخين اللي هو الحمل التدريب حمل اللياقه البدنيه، وبعد كده المهاره تدريب اساسيه او التكتك طبعا يعني طبعا تدريب اساسيه بياخدها النادي الاهلي. كان قدام حضراتكم التدريبه يعني على الهواء مباشره يا جماعه، يعني بنحاول ان شاء الله نعيشه في الاجواء، امير هشام هناك وكل فريق العمل هناك بنحاول نعيشه في الاجواء، ان شاء الله يبقى معانا بعد قليل بعد ما يحضر نفسه كده ان شاء الله، كمان يقول لكم على كل كواليس بعثه النادي الاهلي في تونس. اتفضل يا كابتن. يعني قلنا خلاص طمنا الناس بالظبط على موضوع ان لا اللعيبه لا مش لعيبه النادي الاهلي يا جماعه اللي عندها ثقه زياده، لا لعيبه النادي الاهلي متعودين على الكلام ده بالظبط، حتى لو هيلعبوا فريق ايه لا هم عارفين ان هم في بطوله ايه في اي مرحله من البطوله. انت بتلعب يعني سيمي فاينل يعني خلاص انت خطوه تلعب على بطوله بالزبط. تروح كاس العالم يعني خلاص الموضوع يعني قاب قوسين. والجهاز الفني يا كابتن ميدو كمان ومدير فني فيهمه كمان ان هو يحقق البطوله دي تكمل تاريخه الرياضي مع النادي الاهلي في حصوله على البطولات. الجزء الاهم كمان يا كابتن ميدو
التجهيزات اللي موجوده في تونس، كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي، الجانب الاداري ده جانب كبير جدا الناس مش واخده بالها منه، اكيد من ناحيه اقامه المعسكر، من ناحيه التغذيه، من ناحيه اداره المحاضرات. تمام، طب تعالى يلا نشوف امير هشام عشان يقول لنا على كل الجديد وكل كواليس اقامه بعثه النادي الاهلي. امير اهلا بك يا امير. يا كابتن ميدو، تحياتي كابتن ماهر همام، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا احنا في هذه اللحظات في الجزء الاخير من مران النادي الاهلي اليوم في اطار الاستعداد للمباراه المقبله، وبالتحديد في دور نصف النهائي امام فريق النجم الساحلي التونسي، واللي هي بكل تاكيد مباراه مهمه جدا وخطوه مهمه جدا للنادي الاهلي في مشوار الافريقي. لكن خليني بالتحديد نتكلم عن المران النهارده. المران طبعا كان في بعض الاجزاء البدنيه القويه وايضا بعض التدريبات التكتيكيه من الكابتن حسام البدري اكيد للاعبين، ويمكن كابتن حسام البدري عايز يخلص التدريبات التكتيكيه، وجهه نظره التكتيكيه وصلها لاعبي النادي الاهلي خلال التدريبات هنا في طبعا العاصمه تونس قبل التحرك ان شاء الله مساء الغد للعاصمه سوسه، او عفوا طبعا لمدينه سوسه، واللي اكيد هيكون فيها الانظار كثيره من قبل طبعا فريق النجم الساحلي. بالتالي كابتن حسام البدري بينهي الاستعدادات الهامه من هنا طبعا في مدينه او عاصمه طبعا تونس. اكيد الاستعدادات قويه، لكن اهم حاجه دلوقتي خليني اقول لك ان في خبرين، وهو الاول اصابه حسام عاشور في المران من خلال طبعا تدخل عنيف شويه كان من صالح جمعه، ادى لكدمه قويه في انكل طبعا حسام عاشور، وما قدرش حسام عاشور ان هو يكمل المران. طبعا حسام عاشور خرج دلوقتي مع دكتور خالد محمود، لسه مش عارفين طبيعه الاصابه هتكون بالنسبه له ايه ومده الغياب، لكن ان شاء الله هو بيمشي على رجله، لكن طبعا ممكن تكون كدمه قويه شويه. ان شاء الله هنشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي مع حسام عاشور من خلال طبعا دكتور خالد محمود. طبعا ايضا الخبر الثاني يا كابتن ميدو هو اصابه احمد الشيخ ايضا في تدريبات اليوم. احمد الشيخ ايضا تعرض لكدمه وده خلال التقسيمه. خليني اقول لك ان التقسيمه كانت قويه جدا، في طبعا حماس كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، كلهم عايزين يثبتوا وجودهم وكلهم عايزين يشاركوا في المباراه المقبله، خصوصا ان خلاص النادي الاهلي في المراحل الاخيره من بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي كل لاعب عنده تمنيات كبيره المشاركه اكيد في اي مباراه بيخدها النادي الاهلي في هذه المرحله. لكن ان شاء الله نتمنى ان الاصابه بتاعت حسام عاشور او سواء حسام عاشور او احمد الشيخ ما تعطلهمش كتير، ان شاء الله نتمنى ان هم يكونوا جاهزين للمباراه المقبله امام فريق النجم الساحلي. لكن فيما عدا ذلك جميع لاعبي النادي الاهلي من الحاله البدنيه والحاله طبعا الفنيه جيدين جدا وبيادوا تدريبات بشكل قوي جدا، لكن ان شاء الله نتمنى ان يلحق بهم كل من حسام عاشور واحمد الشيخ. لكن هيتم التأكد طبعا من مدة الغياب هتكون قد ايه بالنسبة لهم، لكن ان شاء الله نتمنى بالكتير قوي على مران بعد بكرة ان هم يشاركوا. هيبان لما نرجع طبعا الفندق، هنسأل دكتور خالد محمود ونعرف طبيعة الإصابة سواء لحسام عاشور او احمد الشيخ. وبشكل عام نتمنى لكل لاعبي النادي الاهلي التوفيق في هذه المباراة الهامة جدا امام فريق النجم الساحلي. في المقابل ايضا في هذه اللحظات في تدريبات قوية جدا لحراس مرمى النادي الاهلي سواء شريف اكرامي، احمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي، طبعا ده تحت اشراف كابتن طارق سليمان مدير او رئيس او عفوا طبعا مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، فاكيد تدريبات قويه جدا بالنسبه لهم، واكيد في استعداد قوي من قبل كل لاعبي النادي الاهلي. خليني اقول لك ان النهارده كان في محاضرتين يا كابتن، او كان في محاضره اولى يا كابتن ميدو طبعا بعد الغداء الصبح، ايضا هيكون في محاضره اخرى بالليل من كابتن حسام البدري للاعبين عشان يواصل فيها شرح كل الايجابيات والسلبيات الخاصه بفريق النجم الساحلي، خصوصا كابتن حسام البدري عنده العديد دلوقتي من اللقطات الخاصه بهذا الفريق، واكيد كابتن حسام البدري ليه وجهه نظر تكتيكيه، خصوصا ان هو اتكلم مع اللاعبين وقال لهم ان احنا عايزين ننهي او نحاول ان احنا نحسم نسبيا المباراه من هنا طبعا، او نحسم نسبيا الصعود للدور النهائي من المباراه الاولى مباراه الذهاب في سوسه، بالتالي طبعا عشان ده يدي اريحيه في مباراه العوده، مش في ضغوط كبيره على لاعبي النادي الاهلي. لاعبي النادي الاهلي مركزين بشكل كبير جدا في هذه المباراه. ايضا من ضمن كلام كابتن حسام البدري للاعبين قال لهم ان احنا خلاص وصلنا لمرحله مهمه جدا في دوري ابطال افريقيا، قربنا نحقق الحلم بتاعنا، ما ينفعش نادي اداء اقل من اللي احنا اديناه في المباراه الاخيره امام فريق الترجي التونسي، وده اللي اكيد بنتمناه ان شاء الله من لاعبي النادي الاهلي خلال المباراه المقبله، واللي ان شاء الله هتكون يوم الاحد الساعه 6:30 بتوقيت تونس، 7:30 بتوقيت القاهره. وبشكل عام
نتمنى ان كل الامور تكون بشكل جيد خلال التدريبات القليله المقبله التي تسبق هذه المباراه، ومن ثم ان شاء الله النادي الاهلي يكون جاهز بشكل كامل لاداء هذه المباراه وتحقيق نتيجه ايجابيه قبل العوده للقاهره. عوده لك يا كابتن ميدو. شكرا يا امير، يعني تغطية مميزة باين عليك الاجهاد. معلش يعني كله يهون علشان النادي الاهلي، ان شاء الله نرجع كده كلنا مبسوطين من تونس ان شاء الله، ويبقى مباراة العودة ان شاء الله تبقى مباراة يعني للتأكيد على الفوز ان شاء الله. يعني امير هشام، انا مش عايزكم تخافوا على حسام عاشور، يعني المسمار بتاعنا ده ان شاء الله مش هيتني حتى، ان شاء الله انا عارف حسام عاشور لو خد ايه حتى وقت بس هتلاقيه طالع هيعمل كمادات، وهتلاقيه ان شاء الله بكره في التمرين او بعده في التمرين ان شاء الله يكون متواجد في الماتش. كمان احمد الشيخ يعني ان شاء الله تكون اصابته يعني هينه شويه. عايز اقول لكم يعني اصابات في التمرين، واحنا عندنا ماتش كمان يومين، يعني النهارده اربع خميس جمعه سبت تلعب ماتش ثلاث ايام، عشان تعرفوا قد ايه الموضوع مش تهريج، الموضوع مش بسيط، حتى الجهاز الفني واخد الموضوع بمنتهى الجديه. حتى في التمرينه الاساسيه فيها عنف، اصابات فيها، يعني مش عايز اقول لكم تمرين الاهلي يا جماعه عامل ازاي، تمرين مميت حتى واحنا عندنا ماتش كمان ثلاث ايام. لكن يا جماعه لازم يعني لازم يبقى في شيء من الحرص شويه، يعني مش عايزين اي حد او اي عمود اساسي من الاعمده الرئيسيه في الفرقه يحصل له حاجه. التمرين فيها عنف، فيها كل حاجه، يعني فيها تحدي، لكن لازم ناخد بالنا. ده احمد الشيخ شكله فيه برضو يعني الاصابه، هي يعني شكله الاصابه يعني ان شاء الله تكون بسيطه. احمد يعني لازم نهدى شويه، لازم نهدى شويه عن نفسنا يا جماعه، ولازم نعرف ان احنا عندنا ماتش كمان ثلاث ايام. الموضوع بالراحه، انا عارف تمرين النادي الاهلي، بس بالراحه، مش عايزين اي حد يطلع من اللعيبه، احنا يعني في عرض اي حد. كمان لازم قبل ما نطلع فاصل لازم ننبه على موضوع الانذارات يا كابتن ماهر. استفزاز مش هيبقى طبيعي من لعيبه النجم طبعا. لازم الانذارات يا جماعه، الانذارات يا جماعه، الانذارات يا جماعه. ممكن هم يلعبوا على الحته دي كويس قوي، ان هم يخلوك تفقد اعصابك، تاخد انذار، بحيث ان هو يلعب الماتش اللي بعديه في القاهره بدون لعيبه مهمه جدا. عندنا بالزبط. اعتقد ست انذارات مهمه جدا يا كابتن ماهر، فلازم ناخد بالنا. اكيد اكيد. انا بتكلم على التمرين من بدايه التدريب، وواضح من الاحماء امير، واحنا قلنا ان واضح على شكل وش لعيبه النادي الاهلي حتى الجهاز الفني ان في اصرار وفي عزيمه بشكل كبير جدا ودوافع. وطبعا واضح في التقسيم ان كل اللعيبه عايزه تثبت وجودها، كل اللعيبه عايزه تنول شرف الاشتراك في المباراه، مباراه حلوه ومباراه مفتوحه ومباراه بتصيط بلغه الكوره. فطبعا انا بقول لعيبه النادي الاهلي عندكم خبرات، ارجو في التقسيمات بالشكل ده انك انت تحافظ على زميلك، لان احنا محتاجين ضفر كل لعيب اكيد في ال 29 لعيب اكيد. طيب يلا نطلع فاصل عشان نستقبل النجم الكبير نادي مصر النادي الاهلي كابتن الكبير محمود فاصل. فاصل ونواصل معاكم السنه. حضراتكم من جديد، يعني انضم لي النجم الكبير نجم مصر النادي الاهلي الكابتن الكبير الكابتن محمود صالح. اهلا وسهلا بك كابتن. اهلا بك يا كابتن. الحمد لله على السلامه. انا اسف على التاخير. لا خالص يا كابتن، عفوا، الدنيا زحمه يعني من نادي مدينه نصر والبيت، وهنا قعدنا ثلاث ساعات. الدنيا زحمه فعلا فعلا. اسف على التاخير بقى. لا كابتن انت تنور الدنيا، تنور الدنيا، تشرف بيك. سعيد ان انا مع كابتن ماهر طبعا. ربنا يخليك يا محمود، الحمد لله على السلامه. يعني استاذنا ربنا يخليك يا حبيبي. يعني ادخلك في الاجواء على طول. تحت امرك. ادخلك، قول لي شعورك المباراه القادمه الاهلي والنجم. مباراه صعبه طبعا في الشك. في يعني كلنا نعلم ان في تفاوت، بس هو تفاوت ضئيل في المستوى بين الترجي والنجم الساحلي. بس مباراه صعبه في الشك. بس احنا معلوماتنا المفروض افضل. القرار ان احنا نستمر في الاقامه في تونس افضل طبعا. يعني عودتك للقاهره هتضيع يومين ثلاثه، كل ما فتره الاعداد للمباراه طالت بتركيز بتكون افضل. بالظبط. هنضيع يومين بالظبط طبعا، ننزل وسفر وكده، انما الاجواء في نفس المكان نفس البلد اللي هيتم فيها المباراه كان، وطبعا الاجهاد طبعا مفيش شك برضه ده ليه دور. فهو اعتقد ده كان قرار صائب يعني من كابتن حسام البدري، وان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله. شيخ، صعوبه المباراه يا كابتن محمود في ايه؟
صعوبه ان المستويات اللعيبه ومستوى الفرقه ككل والتكتيك بتاع الفريقين كلها امور مكشوفه ومعروفه تماما. يعني حتى يمكن في الماتشات العاديه بيبقى هم بيتابعوا على فكره النادي الاهلي يعني طبعا مش لازم بيبقى في مواجهات يعني أكيد. من غير مواجهات بيتابعوا النادي الاهلي. فهي دي بس الصعوبه يعني بس طالما انت متفوق وطالما انت افضل من الناحيه الفنيه ومن الناحيه البدنيه حتى لو المنافس بتاعك وعارف امكانياتك ايه انما انت ان شاء الله في تفوق لينا باذن الله. تمام. يعني السؤال كنت سالته للكابتن ماهر همام، كسبت الترجي فرقه كبيره جدا في تونس او من اكبر فرق في تونس بيليها فريق النجم الساحلي، دي لك دفعه معنويه هايله ثقه زياده يعني ثقه تعليك ولا ثقه اللي هو تخاف منها؟ لا اللعيب عندها من الخبرات هو يعرف يعني يعدي نفسه ازاي. طبعا الاجهزه الفنيه ليها دور طبعا مفيش شك، بس اللاعب مع نفسه بخبرته وقيمته والممارسه والمواقف اللي مر بيها في حياته والمنافسه على البطولات اللي مر بيها لا مفيش شك هو عارف. هو برضه ليه دور في اعداد نفسه يعني انت ما بتكلمش شبلي لسه صغير، لا اغلبهم لعيبه دوليين وعلى قدر المسؤوليه والخبرات، لا هو يعرف يعد نفسه كويس اكيد طبعا مفيش شك. انا برضو كنت حابب اطمن لا لا اكيد من خلالك لا ان هو ثقه زايده او لا 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 لان الجماهير برضو قلقانه لا 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 لا, 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 لا. ما اعتقدش يكون موجود مرات تحدي كبيره فممكن لا. تكون موضوع احنا بنلعب بطوله يعني ان شاء الله يبقى لنا نصيب ان شاء الله انه بالظبط بالظبط حتى المكسب المادي اعتقد 3 مليون دولار ونص تقريبا اكيد هو يعني لا البطوله دي بملايين الملايين بالنسبه للاهلي او جمهور تحديدا. تمام. كابتن ماهر برضو عن نفس السؤال برضو، ايه اللي ممكن يكون قلقك من النجم الساحلي؟ جمهور، ارض، ملعبه، الدفعه المعنويه بتاعته، ايه اللي قلقك تحديدا او ايه اللي مخوفك؟ هناخدها كده مرحله مرحله كابتن ميد وكابتن محمود. هم بالنسبه لهم عندهم جمهور شرس جدا بيشجع فرقته بشكل جنوني، واخد بالك يمكن اقوى كمان من فريق الترجي، فده برضك هيديهم حافز وهيديهم اصرار مختلف فعلا وهيديهم حيويه ان هم وتحدي ان هم خسروا من الترجي، فمهم جدا بالنسبه للنجم الساحلي انه يعوض الخساره دي، يعني بقى في تحدي بالنسبه لجمهور النجم الساحلي من خلال هذه المباراه. هنشوف بالنسبه للجانب الفني هنلاقي ان هم عندهم النجم الساحلي في مجموعته لعب 6 مباريات اتعادل 3 وكسب 3 وما خسرش ولا مباراه، وعنده من الاهداف 13 وعليه 4، يعني اذا كان بيدل فبيدل ان هم فرقه بتعرف تكسب داخل ملعبها او خارج ملعبها، ما خسرتش ولا مباراه. تمام. عندها من اللعيبه اللي بتقدر تجيب اهداف يا ميدو، يعني انت برضه 13 هدف في المجموعه ده بيعتبر عدد كويس مش وحش، وبعدين دخل فيه 4 اهداف فده بياكد ان وورد عنده جانب دفاعي منظم من خلاله. طب ما يمكن هو عمل فرق قوي يا كابتن. نعم يمكن ما قابلش فرق قوي. لا لو نشوف المجموعه بتاعته هنلاقي المريخ السوداني والهلال السوداني ودول بيمثلوا برضك قوه في الكره السودانيه اللي فرقتين الكبار، واخد بالك عندهم برضك لعيبه محترفين بيقدروا يستعينون بيهم بشكل كبير. تمام. النقطه الثانيه ان هو دعم فرقته بخمس لعيبه، يعني هو برضك قدر انه دعم فرقته وزود فرقته ببعض اللعيبه المؤثرين وعاملين شغل معاه زي الطرابلسي زي عمرو مرعي، طبعا لعيب انبي المصري اللي هو سجل هدفين في اخر مباراه بالنسبه للنجم الساحلي بيعتبر من الفراوده اللي احنا مهم جدا نحط تحته رقابه اذا كان من سعد هيبدا او محمد نجيب أكيد. فيبقى لازم تحت الانذار عندهم امين الشرمتي ده لعيب برضك من اللعيبه الدوليين وعنده خبرات بشكل كبير جدا قدروا يستعانوا بيه في المرحله. كوناتيه ده ولا كوناتيه ده برضك لعيب افريقي جابوه في المرحله الاخيره، وحمزه الاحمر من اللعيبه اللي عندها خبرات، وبعدين البلبولي اللي هو حارس المرمى بالنسبه للنجم الساحلي، فبعض اللعيبه ديت عملت معاهم شكل وثقه واتزان للاعبي النجم الساحلي. لكن انا من خلال المباراه الاخيره كابتن بيدو وكابتن محمود اتفرجت عليهم عندهم برضه قصور في اللياقه البدنيه، يعني زي الترجي في اخر ربع ساعه فوجئنا بانهيار اهلي طرابلس كان يجيب هدفين كان يقدر يجيب اهلي طرابلس اكتر من هدف. وبعدين النقطه الغريبه كمان ان احنا فوجئنا ان قلب الدفاع الراجل الافريقي الطويل ده عندهم جاله شد في اخر ربع ساعه
وبعدين لعب في نص الملعب جاله شد ربع ساعه. دي كلها مؤشرات، الشد ده دي مؤشرات بلغه الكوره او بلغه التدريب بياكد ان العامل البدني بالنسبه لعيبي النجم الساحلي بردك مش باللي احنا كنا متخيلينه. اكيد. فدي الحمد لله موجوده عندنا وبشكل كبير جدا، هتساعدنا في الاوقات الاخيره بالنسبه لاوقات المباراه اللي هي بتبقى اوقات مصيريه. النقطه الثالثه زي ما انت اتكلمت ميدو بالنسبه للانذارات، هم بيلعبوا بخشونه وبشكل طف. شمال افريقيا مشهورين بحته الانقضاض والضغط على الخصم بشكل كبير جدا، ومحاوله الاستحواذ على الكوره باساليب معظمها كلها فيها عصبيه وفيها اذى. فانا شايف ان ممكن تاثر عليهم بشكل كبير جدا. لو الحكم الجابوني عادل في المباراه ديت يقدر يطلع الكرات الصفراء وممكن يطلع الكرات الحمراء للاعبي النجم الساحلي. تمام. برضه كابتن محمود، يعني كابتن ماهر اتكلم في حته برضه قال انا شخصيا الكروت، احنا عندنا لعيبه عندها كروت صفراء كتير خدناها في مباراه، شفت الحكم مباراه الترجي كان عمال يوزع كروت علينا، كان يعني حكم ايده فرطه بصراحه، يعني لو كتر خيره كريم قوي في الكروت علينا، لكن ما اداش للترجي ولا كارت مش عارف ازاي. ف الحكم قلقك ولا الموضوع ممكن يرتقي ان احنا في دور بقى قبل النهائي فالحكم هيظبط نفسه هيخاف شويه؟ علاقه الاداريين بتوع النجم الساحلي بالحكام اليوم سجل يعني، فالموضوع ده ممكن يقلق ولا ايه؟ لا بالعكس، في الدورات في الادوار النهائيه يعني في صعوبه يتم يكون في اخطاء من التحكيم متعمده يعني. يعني لو افتكر الكابتن ماهر زمان ما كنا بنلعب في التمرينات كان مستوى التحكيم سيء في تجاوزات وحاجه صعبه جدا، لان برضه ما كانش فيه اهتمام او ما فيش مراقبه، يعني مش زي الدنيا ما كانتش كده يعني. لا في تطور طبعا في مستوى التحكيم الافريقي، والمفروض الحكام اللي بتولي مسؤوليه الادوار النهائيه ديت المفروض يكونوا على اعلى مستوى، وهو المفروض يكون مركز وحريص جدا ما يخطئش، وحريص انه ما يجاملش صاحب الملعب لانه اسمه ممكن النهارده الحكم برضو باسمه ممكن دخله المادي بيبقى كبير جدا، وعنده فرصه وعندهم حتى الدورات على مستوى القاره ودورات على مستوى العالم، دورات اولمبيه او كاس عالم او كاس عالم للانديه. لا الـ 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 زي الاحتراف دلوقتي بقى في احتراف في الكوره، الدخل زاد جدا بالنسبه للعيبه، فالدخل زاد، فالحكم حريص ان هو على اسمه وعلى سمعته وان هو يؤدي بشكل جيد. برضه هم بينافسوا بعض مين هيوصل كاس، مين هيلعب يحكم في كاس العالم بالزبط. فهو حريص طبعا. ما فيش الحكم من مباراه الترجي يا كابتن كان مرشح لكاس عالم، يعني مرشح لكاس عالم او هيروح كاس عالم، وشفناه بصراحه كان سيء، كان في اخطاء كتير يعني حاجه. والحكم اللي كان في تونس برضه يعني برضه اي لمسه فاول بيحجمك قلق المساكين يعني. اكيد حضرتك طبعا كنت عارف. لا لا ان شاء الله يكون حكم كويس، هو من الناحيه الفنيه اكيد كويس، بس احنا مش عايزين نوع من يعني مش عايز اقول لفظ يبقى صعب شويه، لازم يكون حريص ان هو يكون عادل في الملعب. ان شاء الله يكون عادل. أكيد. لان احنا بنلعب سيمي فاينل، فاكيد كل الانظار الاتحاد الافريقي كله بيتفرج، فكل المسؤولين في الاتحاد الافريقي بيتفرج، اللي بيرشحوا حتى ممكن على المستوى الاوروبي او مستوى الفيفا برضو بيتابعوا البطوله، واكيد تقييم الحكم دوت هو مركز وعايز يأدي جيم كويس وعايز ينجح، فاعتقد الاخطاء هتبقى ان شاء الله تكون صعبه يعني. يا رب يعني. يا رب يعني. السؤال لحضراتكم ليه كابتن محمود والكابتن ماهر برضو يعني بصفاته يعني يعني من احسن من لعب في مركز المدافعين يعني، يعني لما يكون فرود زي عمرو مرعي، فرود سريع، فرود مقلق، بيلعب راس كويس قوي، بتتعامل معاه ازاي يا كابتن محمود؟ مهم التركيز، التركيز الدفاعي يعني ناحيه التركيز مهمه. هي اللي بتفرق يعني، اغلب الاخطاء المدافعين بتبقى عدم تركيز، سرحان في موقف معين، في كره عرضيه ممكن يسبقك او انت مش مركز، تمركزك الدفاعي بعيد عنه. مهم جدا التركيز الدفاعي، التركيز الذهني، المراقبه دايما نتكلم مع انت كل اللعيبه دي عارفه يعني. حتى لو انا مش مركز لازم في حوار وفي دايما تنبيه بينك وبين زمايلك، بين حارس المرمى، بين المدافعين وبعضهم. مهم جدا الضغط المستمر خصوصا في المناطق القريبه من جوه، في الكرات العرضيه اللي هي سهل التسجيل منها، دي مهمه جدا المراقبه يعني. مهم
كان زمان يمكن احد بيلعب بليبرو ولاعيب بالظبط واحد احنا بنلعب واحد واحد وليبرو كان يمكن بتسهل شويه تبقى مركز انت مع راس الحربه اللي هو في الفريق المنافس وبيبقى دور كل الليبرو دور تغطيه على كل زمايله بتبقى سهل بقى فيها تركيز شويه يمكن في الاربعه احيانا المدافع ممكن بيغير مكانه تعب بيبقى في واحد ماسك الجنب اليمين والجنب الشمال من قلبي الدفاع يعني ما بيتغيرش المراكز فمهم جدا الاثنين يكونوا يعني التركيز منهم هم الاثنين صدق معلومه مساك واحد دي كنا ليبرو مساك زمان وبيحصل برضك بيحصل فيها مرونه يعني ساعات محمود بيمسك وساعات بقى انا ليبرو بتحصل مرونه لو الفرود راح لك شو المفروض الليبرو كان زمان فري فري طب الاثنين الفراوده ده لا كان واحد بس اللي بيلعب كنا بنلعب 4 3 3 يعني جناحين وراس حربة كنادي اهلي لا كان كوره بشكل عام كنت طرق اللعب كان كده يعني 3 5 2 دي جت بعد كده 3 دي اللي دخلها مستر فايزا لما جه سنه 88 ابتدى هو عايز يحرر زهراء الجنب فخلى في 3 في القلب فدي فرق جدا على فكره طبعا ده يعني عايز اقول حاجه اللي كان موجود ربيع ياسين وابراهيم حسن عملوا احسن موسم في حياتهم طبعا مع فايس طبعا المدرب الالماني كان مدرب عظيم كانت اول مره كمان نلعب بيها محمود يعني كان مستر فايس جايبها من المانيا وكان جديد علينا فالناس فوجئت بيها احنا عندنا جديد كله طبعا لو والكابتن جوهر لعب بيها كاس العالم جوهر لعب وعلى فكره كان بيقعد كتير مع المدرب مستر فايس مش عارف يستفيد منه طبعا بياخد رايه في الطريقه وكذا 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 وليه بتلعب بالشكل ده بالطريقه دي كان حريص الكابتن جوري مش مشكله ان انا اتعلم من خبرات متبادله من خبرات انا هقول لك يا ميدو بقى على الاعداد الذهني اللي قبل المباراه اذا هلعب على فيرو زي عمرو مرحي ما انا ده السؤال انا قلت السؤال لحضراتكم انتوا مهم جدا اولا انت لازم من قبل المباراه بيومين ثلاثه تكون محضر له يعني متعايش معاه شايفه سريع ولا بطيء محطه ولا مش محطه ايه مميزاته ايه عيوبه بيلعب براسه بيجيد العاب الهوا بيقدر يخطف في اوقات بيسرق المدافع كل الحاجات ديت الاعداد الذهني اللي قبل المباراه بيخليك انك انت بتركز معاه بشكل كبير جدا النقطه الاهم بقى في بدايه المباراه انك انت ازاي تتفوق عليه وازاي تقطع كوره قبل ما تجيله انت عايز تاخد ثقه هو عايز ياخد ثقه فيبقى في صراع بين الاثنين المهاجم عايز ياخد الثقه من المدافع ان هو يحاول الكوره او يمتصها او يفوت منك واخد بالك انت تمام. وانت في نفس الوقت كمدافع انت عايز تنقض عليه عايز تقطع قبله واخد بالك وتحرمه من البدايه بيفضل الصراع ده لحد ما واحد يتفوق على الاثنين لو انا قدرت محمود قدر ان هو يقطع من مرعي كل كوره بيشترك من خلالها هنفاجئ ان مرعي ده يا اما بينزل تحت بيهرب او بيروح على الجناب هيبعد عن مكان الخطوره اللي فيها العمق اللي بيمثل لنا مشاكل بشكل كبير جدا فالاعداد الذهني ده مهم جدا للمدافع قبل المباراه قبلها بيومين ازاي يذاكر المهاجم اكيد وتاكد ان هتفرق معاه بشكل كبير جدا اكيد فدي من ضمن الحاجات طبعا النصيحه اللي بنقولها انا ومحمود يمكن لزمايلنا واخواتنا النجوم الكبار محمد نجيب ورامي وسعد سمير وحجازي قبليهم ان عليكم دور كبير جدا خصوصا النهارده ان بيلعب عمرو مرعي فرد مهاجم جدا وصريح للنجم الساحلي واخد ثقه النجم واخد ثقه الجمهور لا الثقه اللي واخدها الاكبر ثقة ان كمان مترشح لمنتخب مصر الثقه اللي واخدها الاكبر من وجهه نظري الثقه ان هو يلعب قدام النادي الاهلي بالظبط ويهمه كمان ان هو ان هو يهدف للتهديف في النادي الاهلي اكيد هيوصله للاهداف اللي هو بيسعى عليها وده اهداف مشروعه بنحييه عليها ان هو منتخب مصر في نفس الوقت في الانتقاليه الشتويه يهمه كمان جدا ان النادي الاهلي يفكر فيه بشكل جيد ان هو ممكن يحصل نوع من الانتقال بالنسبه لعمرو مرعي في خلال الفتره اللي جايه كل اللعيبه اللي بيلعبوا ده فني علشان ياخدنا في الانتقال هي برضه بترجع عارف ايه اتفضل بترجع لشخصيه اللاعب يعني مش اي لاعب جيت في المباراه اللي فيها ضغوط نفسيه كبيره اكيد في دي اصلا متعود هو عمرو لعب قدام النادي الاهلي كتير هي دي يمكن تفرق ان هو في الدوري المحلي واجه النادي الاهلي اكتر من مره بس الموقف اصعب ده اصعب من الدوري المحلي مفيش شك هو بيلعب على بطوله حاسس ان جماهير النجم الساحلي حط عليه امال كبيره بس دوافع اكتر يا كابتن محمود يعني دوافع عمرو مرعي مش بقى انا مش بخوف احنا بنتكلم بقى بصراحه شويه يعني دوافع عمرو مرعي اللي كانت هنا لا هناك دوافع اكتر هناك كان معاه جمهور او هناك هيبقى معاه جمهور
كبير جمهور النجم يعني. ما هو عنده احساس هنا بيبقى الجمهور ما فيش. عمرو لعب في انبي يعني ما كانش فيه جمهور. في لعيبه ما يتحط تحت ضغط ممكن تجيب نتيجه عكسيه يا رب، لان هو الموقف ده ما مرش بموقف صعب زي ده. انه بيلعب عايز يلعب فاينل افريقيا وبعدين بقى في جمهور بيشجعه، انبي نادي من غير جماهير ما فيش ضغوط على اللاعب. الموقف المستوى المنافسه زاد، الجماهير الموجوده في الملعب، ترشحه لمنتخب مصر، دي ضغوط برضو خد بالك عليه. تمام. يعني برضو يا كابتن ماهر السؤال مهم جدا، كان زمان المان تو مان كتير قوي، كان زمان دلوقتي يقول لك لا احنا ممكن العب عليه مان، يعني اللي انا ابقى شايفه ممكن احطه قدامي، ممكن العب عليه مان تو مان قوي في ال 18 او في الكرات العرضيه والكلام ده، بترجح المان تو مان ولا اللي انا اقف في الاماكن المؤثره كمدافع؟ دفاع منطقه يعني؟ لا كما دفاع منطقه بالنسبه للمدافع؟ انا بتكلم في كرات عرضيه بالنسبه، انا بتكلم على عمرو مرعي كنموذج بس متحركه. لا يعني لازم تتكلم على الموقف الدفاعي ولا الهجومي؟ الموقف الدفاعي، الموقف الدفاعي التزم بالمان ولا التزم بالاماكن المؤثره؟ يعني في مدربين بره دلوقتي، معظم المدربين بره بيوقف بالظبط في الاماكن المؤثره. كابتن محمود النهارده القريبه مثلا قائم القريب يوقف يوقف يوزع المدافعين على الاماكن اللي هي المؤثره اللي ممكن المهاجم يجيب منها اجوان، ولا ان انا العب على مان بقى؟ بص يا ميدو، بعض المدربين بعض المدربين واخد بالك يمكن دي اعلى المستوى مننا شويه، زي ما انت قلت بيبقى بالنسبه له لو قرنا بيعمل نظام المنطقه، يعني بمعنى كل الناس اللي بتلعب بدماغها كويس يبدا يحط واحد على الايمن الاولاني ويوزعهم في الاماكن المؤثره، قدام السكس يارده واحد وراء وبعدين واحد على الايمن البعيد في سبيل ان الكره لو عدت ده يقدر يشتت، لو عدت ده يقدر يشتت وهكذا. احنا بالنسبه لنا بنحب، يمكن محمود احنا تعودنا على كده، بنحب حته الرقابه، يعني ميدو رقم 10 ومطلوب مني في الكور الثابته تعليمات من المدرب الفني، يا ماهر انت مع ميدو في الكور الثابته اذا كانت في كورنر او فاولات الجانبيه، واخد بالك مع ميدو مان تو مان ده مسؤوليتك. محمود مع راس الحربه يعني اللي هو المان تو مان بالظبط، حضرتك بترجح المان تو مان بالظبط، لان انت طب انهي اصعب؟ انهي اصعب؟ لا المان تو مان فيها تركيز اكتر، من الناحيه الدفاعيه بتنجح. لازم العناصر المميزه تمسك مان تو مان زي ما محمود بيقول معانا احنا، العناصر المميزه تمسك مان تو مان. بس مش صعبه يا كابتن محمود، يعني مش صعبه في اللي احنا فيه دلوقتي، لان انت بتلعب على فكري، انت ما تعرفش ان انا ممكن اخد خطوه وارجع بيك واروح لف من ورا ظهرك، فانا ممكن انت بتلعب على فكري. انا دي نقطه مهمه، هيجي لك من الحركه يبقى مشكله. دي نقطه مهمه، لو انا ثابت في مكاني عارف مشكلة، انا دفاع منطقه عارف مشكلة تأميده، انك انت ده شغل الرقبه، انك انت شايف الكوره وشايف الخصم، شايف الكوره وشاف الخصم، واول ما تطلع الكوره يبقى قرارك انت كمدافع، لان هو هيبقى قراره كمهاجم ان هو عايز يروح عشان يجيب بالظبط، فانت كده هتبقى مركز ومصحصح واخد القرار السليم. ايه رايك؟ ومسؤوليه مان تو مان. حتى هو لو انا ده مدافع، ده انا مسؤوليه، دي المنطقه بتاعتي. لو انا هقف دفاع منطقه انا والكوره ثابته بتتلعب، هو جاي بالحركه هيبقى هو الموقف بالنسبه له اسهل، انا رحت قابلته هيبقى اصعب ليه. فالمان تو مان ده بتنجح من ناحيه دفاعيه. مشكلتنا ميدو ان كل الناس بص على الكوره بس، لكن فين الخصم؟ فين محمود؟ فين؟ واخد بالك؟ فانت دلوقتي لما الكوره بتطلع بتهرب انت، وده اللي حصل يمكن في الجول الاولاني في مباراه الترجي، لما اتعملت الكوره على القايم الاولاني والراجل زحلقها بدماغه وكل المساكين اللي موجودين يا عيني خلاص سابوا، فراح طه ياسين عمل بلوك وعمل زحلقه بشكل جميل وسجل منها. رد فعل المهاجم بيبقى اذكى من المدافع في الجزئيه دي. فانا عايز اقول لك هي 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 مشكلتها كلها الكوره الخصم. رد فعل المهاجم احسن ليه؟ لان المهاجم بيلعب على حاجه واحده بس اللي هي الكوره بالظبط، لكن المدافع بيلعب على حاجتين، بيلعب على الكوره وبيلعب على المال، بيبقى رد فعل. عشان كده بقول لحضرتك، عشان كده طرحت السؤال. انا دي عايزه تدريبات يا ميدو. ما انا اسهل المدافع كمهاجم، انت كمهاجم هو قرارك واحد ان انا رايح عشان اجيب بالظبط. انا كمدافع هلعب على الكوره وهلعب عليك انت. ينفع العب على الاثنين؟ طب ما هو ينفع العب على الاثنين ولا اركز على لازم العب على الاثنين. انت كمهاجم انا الاصعب لك الاصعب امسكك مان تو مان ولا اسيبك انا ادفع منطقه ممكن تبقى انت في مساحه فاضيه الأصعب ممكن تيجي من الحركه الاصعب لي الاصعب لي قوي ان انا الاقي ناس في الاماكن اللي انا ممكن اجيب منها اجوان. لكن ايوه بس اسهل لي ان انا حد يمسكني مان بس في الكرات العرضيه بخطوه الكرات العرضيه كده كده المساحه كبيره اللي ممكن تجيب منها اهداف يعني كل ال 18 ممكن تجيب منه بس الاماكن المؤثره محمود
مش كتير يعني. اصل انت هتبقى جاي من حركه بالظبط يعني، انت عندك حريه وانت وانا رد الفعل، انت الفعل وانا رد الفعل كان مدافع. اسالكم انتوا لو انا متواجد في المنطقه دي وانت جاي من الحركه، لو هتعمل جامب هتسبقني اسرع من الحركه، هتبقى اسرع مني. بس مش معنى كده انه يطلع بره خلاص هروح له. ما انا لا لا طبعا أنا لا خد بالك ان دي كور ثابته، جزئيه مهمه جدا. هي كور ثابته بتبقى هي خليط، هي خليط. حضرتك عايز تقول عايز شرح طويل يعني، هيجي لك من الحركه يعني اكيد انت كمان هتطلع. وانا حاجه بعمل الحركه برضه بالظبط، خد بالك حاجه بعمل الحركه لان انا الايد دي هي دي المسافه الحقيقيه، ما تزيدش واخد بالك، ما تزيدش يعني طول ما انت حاسس بيك، طول ما انا ايدي حاسس بيك، طول ما انا حاطك صح. لو بعدت خلاص انت كده من الحركه تقدر تتفوق عليا. يعني حضراتكم متفقين ان المان تو مان بيبقى احسن في افضل في، بس هي في الشكل في الناحيه العمليه تبقى مزيج من المان تو مان ودفاع المنطقه. في ناس بتتمركز في الاماكن الخطر، وفي ناس بتمسك مان تو مان. هي لازم تكون كده، لان اللي مميز قوي لازم يتمسك مان تو مان. حتى في الفرق الكبيره العالميه هتلاقي فيها ديت، في ناس بيمسكوا منطقه مثلا، بيمسك لازم يمسكوا مان، وفي ناس بيمسك هي بالزبط. بتبقى خليط، لازم تكون خليط بالظبط. انا اتفق معاك، هي خليط، اتفق معاك اللي هو الامهر والمميز قوي يتمسك مان، بس مان يبقى الخصم ملوش علاقه بالكوره، مان اللي هو باصص لك انت بس. هو انت مركز معاه هو. لازم الكوره ميدو كمان، شوف الكوره طبعا، لازم الكوره، عشان تعرف تقدرها. دي مشكلتنا في معظم دفاعنا اللي موجود في مصر، ان هو بس الكوره بس. انا شايف محمود، فانت محمود عنده اختيارات، يجي من قدامي، لا شايف الكوره بس يجي من ورايا. اعتقد ان هو يبقى حد عشان كنا بنلعب في المكان ده، عارف عشان كنا بنلعب في المكان ده وباجي اتفرج ببقى زعلان قوي طبعا. يعني لعيب ممكن يجي في وسط اربعه يخطف ومش ممسوك بالزبط. يعني انت في تاريخك كلها بزعل غلطه مثلا، غلطتين بكتير، لكن مش لا الكابتن كده. كان عندنا تركيز احنا قوي، وبعدين تدريبات كمان يعني فتره لعبنا كان في تركيز كبير. ده خد بالك تركيز خد بالك من خلال يعني الوحدات التدريبيه كمان. الكرات الثابته دي بيبقى ليها وحدات تدريبيه في الحصه التدريبيه لمده ساعه، اللي ليك واللي عليك. يعني انت مدافع ازاي تراقب وازاي تشتت، واخد بالك، والمهاجم ازاي تجيب. فكلها تدريبات. هو كابتن ماهر بقى كان مميز، بياخد الكرات العاليه كلها. لا وانا عشان كده انا هسال ليه بقى، ليه هقول لك ليه بقى ميدو، هقول لك ليه. بس كابتن ماهر قبل انا اتعلمت ودي خد بالك احنا بنكتسبها من خبرات من مدربينا. يعني لما جه كلوتشاي بعد مستر ريدوكوتي كان سابع عصره، فعلمني ازاي يبقى عيني على الكوره وبعدين الخصم وبعدين كورة وبعدين خصم، ولما تطلع قرار الكورة هو هروح انا بقى حسب الحيز بتاعها. هضطر هروح، المهاجم بيروح عشان يجيب وانا بروح عشان اشتت، فالتوقيت احنا الاثنين الله يكون في عون المسجد بصراحة، بيبقى توقيت المطلوب ايجابي، هو يشوف كورة ويشوف لعيب. وبعدين بتبقى ميزة كمان، ما انت عملت كده انا شكرا. وبعدين خد بالك بتدي لك ميدو، بتدي لك اصرار وبتدي لك اندفاع وشراسه وعينيك مفتحه، بتخوف الفرود، خد بالك الفرود بيخاف. ايوه يا كابتن ماهر، عشان كده يعني. عشان كده المدربين يا كابتن ماهر لجأوا لحته ان انا اقف في الاماكن المؤثره، الحته دي يا كابتن محمود اللي هو يعني حضرتك ماسك او اتحرك فيها ممكن اجي من بعيد، انت هتبص على الكوره هتلاقي كابتن محمود خلاص راح. يعني لحتى لو عملت كده ورجعت له تاني مش هتلاقيه بالظبط، في ظل السرعه الزياده العدديه اللي موجوده كمان في المنطقه المؤثره اللي انت بتتكلم عليها. فعلا تخيل اي حد الفتره اللي لعبنا فيها، برغم كان في على فكره كان الفروده جامده قوي في الفتره دي، مهاجمين كانوا مستوى عالي، بس هتلاقي مثلا كابتن ماهر مثلا لعب مثلا على اي لاعب فرود مثلا على من اي بيقولوا احنا عايزين نعرف عايزين نعرف اني الافضل. لا يا مزيك حسب الموقف. انا بالنسبه لي بحب اللي اتعلمت عليها المان طبعا. بس في السرعه اللي احنا فيها دي ينفع حتى لو في السرعه طول ما انت شايف الكوره شايف الخصم هيروح فين يعني. طب احنا هو مش هيطلع لوحده، هيبقى في احتكاك، هو كمان خد بالك بيحاول ان هو يراوغ يعني بيحاول انه يهرب منك، يجيبك واحد زي ما بعض الجمل، عشان هو عايز يبعد عن المنتو مان، عايز يبعد عن الموقف ده. الموقف ده بعض الجمل بيجيبوا لعيبه، بيجيبوا بعض ثلاث اربع لعيبه بيوقفوا بلوك زي الباسكت كده، برافو عليك، زي الباسكت حد يعمل لك، هو ما تعرفش ده رايح فين وده جاي منين وده جاي منين. فبرضه خد بالك من ضمن المدربين الاذكياء انه بيحاول يلاقي خدعه لضرب الكلام ده، لما يبقى في مهاره عندك محمود صالح، مار امام، هاني رمزي، واخد بالك، فانت عايز وائل بالظبط، فانت عايز تهرب من حد يعمل لك بلوك. بس انا اكمل كلامك يا كابتن، ان انت بتقول انك تقف في الحته المؤثره. هو لو خرج بره المنطقه المؤثره مش هروح له، يبقى هقف انا معاه. انا ماليش علاقه بيه، انا بكمل كلامك في الاماكن المؤثره بتاعت انا اللي هو ممكن يخترقني منها ويجيب جون مني. لا انت لكن هو راح ما يروح، اتحركت انت، اتاخرت قوي
لا انت بعيد عن خلاص سيبك بالظبط مش هروح لك حتى لو انا بلعب عليك ما انتوا مال يبقى تواجدي في المنطقه المؤثره افضل بالظبط انما هو لو متواجد في المنطقه المؤثره لازم امسكه منك ما خلاص بقى ما خلاص وهي عامه ميدو زي ما تتكلم عن المنطقه المؤثره المنطقه المؤثره اللي فيها الخطوره اللي فيرود الزاكي اللي بيقف فيها اللي هي بين السكس ياردة وضربه الجزاء بالظبط الحته دي بالظبط هي دي بالزبط. اللي بتصب فيها كل الشغل فتلاقي حسام حسن مثلا انت مثلا لما كنت بتلعب تروح رايح فيها واخد بالك ومستني عارف ان الكوره هتصب هنا هقدر انا اخطف حسام حسن بيديه خبرات حسام حسن كان برضك ما بيطلعش من الحته دي تلاقي كل المهاجمين الاذكياء هي حتته ما بيطلعوش من المكان اللي هي الحته بتاعت الجول بالظبط مسافه الجول وحتى الجول عارف انه مش هيقدر يطلع عمق الجول لا يمكن يقدر يطلع كمان المدربين كانوا يعملوا للجوال خط كده كابتن محمود من العارضه لل 18 من العارضه لل 18 ويقول لهم هي دي اللي لازم تموتوا فيها يعني هي دي اللي جوانا تدخل لكم من هنا بالظبط عشان كده مهم التدريب الفردي مهم طبعا واعتقد احنا غافلين عنه شويه تخيل زمان كانوا مهتمين اكتر ليه يا كابتن محمود مش عارف دلوقتي الملعب بتاعك يعني كان في ناس حتى لعيبه لوحدها كده تاخد الكور وتصوب بعد التمرين 10 دقايق حسن حسن فاكر يا محمود بيعمل اوفر لوحده ابراهيم يظبط الاوفر بتاعه خد بالك من غير ما المدرب يقول له هو دي دلوقتي يا كابتن محمود اللي بيتحكم فيها قوي مدرب احمال انا عندي مدرب احمال بقى فخلاص مش هينفع تشوف لا ما فيهاش احمال بعد الحمل لا لا بتكلم عن ناحيه فنيه لا مش لازم التدريب يبقى فيه ضغط بدني حاجات خاصه يعني في عبء بدني لا مش لازم يعني هو زي ما بيقول الكابتن ماهر ابراهيم حسن لا يعني طبعا طبعا لازم في قوه انفجاريه وكده الاوفرات دي لا مش لازم بقى يبقى روح بياخد وقته وبتاع لا تبقى تمرين حاجه 10 دقائق ربع ساعه بعد الوحده التدريبيه واخد بالك الصبح ممكن تسخن كويس وتعمل اطالات وبعدين تبدا تمرين يعني كابتن ماهر فكرني كان فعلا كان الشباب عاملين تدريب فردي ما كناش بنعمله قبل كده خالص الصبح مدافعين لوحدنا من 8 ل 9 فردي بس وبعدين من 9 ل 10 نص ملعب المهاجمين ده يعني ما كانتش موجوده دي قبل كده في الحصه التدريبيه يا كابتن لا ما كانتش موجوده خالص فادتنا كتير يعني طيب هي جزئيه مهمه يعني كنا خدنا فيها وقت لكن برضو انا خليكم تشاركونا فيها الاهم ايه ان انا امسك مان او ان انا العب على الاماكن المؤثره في ال 18 يعني سؤال حضراتكم ممكن تردوا علينا على صفحتنا على الفيسبوك سؤال مطروح للكل يعني شوفوا ارائكم ونشوف برضو مدى الاستيعاب هل هو نلعب مان على الخصم ولا نقف في الاماكن المؤثره في الضربات الثابته زي الكورنر زي الضربات الحاليه 18 اللي هي الثابته الاماكن اللي هي بيجي منها فاولات يعني. طيب كابتن محمود كابتن حسام بدري ازاي يخرج بنتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب؟ هو المشكله مش عند الكابتن حسام المشكله في اللعيبه اللي هتنفذ انه كابتن حسام توجيهات الكابتن حسام توجيهات اللي هو الفريق التوجيهات بالظبط توجيهات هو اكيد الكابتن هيحط نقط سليمه ويحط تشكيل مناسب للمباراه طريقه لعبه مناسبه للمباراه المهم بقى في التنفيذ بقى اللعيبه تنفذ هو ده مربط الفرس كيفيه ازاي اللعيبه تنفذ هو طبعا المفروض الكابتن حسام طبعا هيحط اللعيبه المناسبه في كل مركز وبيشوف امكانيات الفريق المنافس اللي قدامه والتشكيل المناسب أكيد. بس احنا عندنا فرصه كويسه هو طبيعي هو هيهاجم فانت هتلعب بشكل انك تعمل زون وتعمل هجمات مرتده زي الشوط الثاني بالظبط انت لما تكون المباراه بتساعدك تكتيكيا بتبقى حاجه كويسه يعني مباراه زي ديت انا هلعب خارج ارضي طبيعي النجم الساحلي هيهاجمني في ملعبه فانا هعمل ايه لازم اعمل زون ديفنس بدايه من نص ملعبي او ممكن من تلت الملعب كمان واعتمد على هجمات مرتده الطريقه ديت لو انا بوصل لها دي حاجه كويسه تفتكر كابتن حسام ممكن يعمل كده هيعمل كده لازم يعمل كده كابتن ماهر بالظبط يعني الشوط الثاني يا كابتن ماهر الشوط الثاني احنا لو هنقسم كده بتاع ماتش الترجي يعني. لو هنقسم الجزئيه يا ميدو هنلاقي الاستراتيجيه بتاعت حسام العامل النفسي خلاص يعني الحمد لله ربنا اكتسبناه بشكل كبير جدا الجزئيه الثانيه قراءه حسام البدري للنجم الساحلي من ناحيه النقط الايجابيه في الفرقه من ناحيه نقط الضعف من ناحيه طريقه اللعب بيلعبوا ازاي عندهم كم عدد لعيب في نص الملعب بالنسبه لفراود بيلعبوا راس حربه ولا بيلعبوا براسين حربه بيلعبوا بيهاجموا من الاطراف بيهاجموا من العمق عندهم لعيبه مميزه كل الحاجات دي بتبقى استراتيجيه للمدير الفني ان هو بيقعد يتعايش فيها وبيقرا النجم الساحلي وفي نفس الوقت ازاي انا احط بقى الاستراتيجيه او احط القماشه او احط طريقه اللعب اللي تناسب الكلام ده
يعني انت وانت بتلعب بره يا ميدو غير وانت بتلعب جوه. وانت بتلعب بره فانت بتحتاج بقى في تكوين الفريق اللعيبه اللي عندها عناصر خبره، اللعيبه اللي تقدر تدافع بشكل جيد، اللعيبه اللي تقدر تهاجم في حاله الهجوم، واخد بالك؟ وبناء عليه يبدا كابتن حسام يركب التركيبه اللي موجوده عنده. فانا شايف ان كابتن حسام من ناحيه التشكيل هيعتمد على كل العناصر اللي عندها خبرات، يعني يبدا باكرامي، فتحي في 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 الباك رايت، سعد سمير، سعد سمير نجيب عمل مباراه ممتازه، نجيب رجل المواقف بس المباراه اللي فاتت، لكن سعد سمير عنده المواصفات وعنده التكوين والامكانيات، السرعه والانقضاض، واخد بالك، والعاب الهواء، ودي تركيبه تقدر تناسب عمرو مرعي اللي هو المهاجم النجم الساحلي في هذه المباراه. رامي ومعلول في حاله عاشور لما مش موجود، هو حسام مقتنع جدا بهشام محمد، يعني كان قال ان كنت ممكن ادفع بهشام محمد من بدايه المباراه في وسط الملعب المدافع. ففي حاله عاشور الله قدر مش موجود من بدايه المباراه، فهيبقى السوليه وهشام محمد، وهيبقى مؤمن وعبد الله السعيد ووليد سليمان وازار. طب لو حسام موجود عاشور يبقى هشام مش هيبقى موجود، يعني السلاوي وحسام بيلعب باللي ناهي عليه الشوط الثاني. ايه رايك يا كابتن محمود في الجزئيه دي؟ تمام، متفق. بس انا بقول عبد الله السعيد شايف ان هو مجهد برضه، يعني ما هو 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 بردك محمود من ناحيه حسام بيعتمد على اللعيبه الخبرات في المباريات اللي بالشكل ده بشكل كبير جدا. كابتن يعني محمود المسافه بين الوقت بين الماتش ده والماتش ده يعني وقت طويل، ممكن يحصل له استشفاء يستريح. لا هو الاجهاد مش لازم بدني بس يا كابتن، ضغوط عصبيه ونفسيه دي برضو محتاجه راحه شويه، يعني مش شرط بدني يعني. وممكن يفاجئنا بصالح جمعه زي ما محمود يقول، زي ما محمود بيقول كده، سؤال عبد الله السعيد يعني، وانا هفكر تفكيره يعني على حاله عبد الله مش موجود يبقى صالح جمعه برضك دم جديد وحيوي وعايز يثبت وجوده وبحاله جيده وبقاله 3-4 مباريات ما شاء الله بياخد نص ساعه او ياخد شوط او ياخد مباراه كامله. بس انا متخوف من حاجه هنا، قول انا عندي احساس ان صعب صالح جمعه يلعب 90 دقيقه، احساسي. طيب يبقى يديله الشوط الثاني. هل عندكم الاحساس ده؟ والله انا شايف ان صالح عايز، يعني شايف ان هو عايز، شايف ان هو بعد شويه عن فورمه المباريات الفتره اللي فاتت دي، فممكن الكابتن حسام يديله جزء الجزء. مش بدايه، ده بدايه صعبه متهيألي، يعني انا قلت يبدا بس اول والماتش ده هو يبدا بيه وعبد الله السعيد هيبقى مش يعني، بس اكيد الكابتن حسام هيبدا بعبد الله السعيد والماتش ده نفسيا عبد الله السعيد بالظبط. الماتش ده محمود غير ماتش الترجي، يعني ماتش الترجي كان عندك بدماغ الكابتن حسام. احنا بنتكلم يا جماعه عن حلول ماتش الترجي، لان ما عندكش غير المكسب، واخد بالك؟ انت النهارده مباراه النجم الساحلي عندك حلين، الحل الاولاني اكسب المباراه، في حاله عدم الوصول للمكسب اخد التعادل بالنسبه لي، لان عندي مباراه ثانيه اقدر اعوض بشكل كبير جدا. التعادل هدف حد ذاته كويس اكيد، يعني هدف العب عليه. طبعا طبعا اكيد اكيد ان شاء الله، يعني متفائلين يا كابتن احمد. ان شاء الله باذن الله متفائلين ان شاء الله يا كابتن، ان شاء الله باذن الله. ده دايما بتنورنا وتشرفنا، وبعد كده بقى يعني انا اسف على التاخير تاني. نيجي نورت شرفتك. الله يخليك يا سعيد، كنت معاكم مع الكابتن طبعا استاذنا كابتن ماهر. الله يخليك يا محمود. يعني ده كان حديثنا عن مباراه الاهلي والنجم. ان شاء الله بدعواتكم ان شاء الله ان الاهلي يجتاز اي حاجه، وانتوا وراكم رجاله في الملعب، وراكم جهاز فني مسؤول قوي قوي زي ما تشوفوا الكابتن حسام كده، يعني شايل هم الدنيا عشان عارف ان وراه جمهور عايز يفرحه، ان شاء الله هيفرحكم باذن الله. ده كانت جزئيه الاهلي والنجم. عايز بس اتكلم معاكم كلمتين زي ما احنا متعودين كقناه نادي الاهلي وكنادي الاهلي عموما، ان احنا دايما بنبقى في قلب الحدث. اتكلمت معاكم الحلقه اللي فاتت عن موضوع اللي حصل في فيستيفال والناس كلها عارفاه والدنيا كلها قامت والدنيا كلها هاجت، واحنا قلنا يعني الكلام بما يرضي الله، وقلنا الناس لازم تاخد بالها من ولادها شويه. لكن انا عايز اقول لكم ان ده نتاج، مش عايز اقول طبيعي لان في ناس ملتزمه جدا، لكن نتاج يعني نقول شويه طبيعي من الجو العام، من الاحداث العامه. الولاد دول بيترجموا حاجه، هم طبعا مرفوض تماما الكلام ده، مرفوض تماما، لكن الجو العام من الناس اللي بتطلع بتتكلم. خلي بالكم المشكله مش في الولاد دول بس، المشكله في كل حاجه فيها انفاق وفيها تدليس وفيها تغيير حقائق وفيها تزوير حقائق. حتى الناس بتطلع تتكلم للناس مفيش ثقه، الحقيقه اتقلبت، الصادق بقى كذاب والكذاب بقى صادق. يعني الناس تتقي ربنا شويه يا جماعه في كل حاجه بتقولها، الناس المسؤوله، الناس اللي هي ربنا مكنهم في الارض، واقروا
آية التمكين في الأرض، الناس مطلوب منها إيه؟ اللي هي ممكنة في الأرض، اللي هي بتتكلم باسم الناس، اللي هي بتأثر في الناس. الولاد دول مشكلة كبيرة جدا جدا داخل فيها شوية النتاج اللي احنا فيه، نتاج احنا كمان هنا كنادي أهلي في قلب الرياضة لازم نشجع الولاد دول على الرياضة. احنا بنصعب الدنيا على الولاد في أكاديميات وأندية، بنصعب الموضوع قوي، بنزود الفلوس قوي، لازم يبقى في رقابة على الأكاديميات عشان العيال دي تعرف تروح أكاديميات تمارس رياضة، ولازم يمارسوا رياضة. لو سمحتوا يا جماعة اهتموا بالولاد دول شوية، الولاد دول مش بيمثلوا فئة كبيرة من المجتمع، لكن بيتجاهروا بالحدث اللي هم بيعملوه، لكن لازم كلنا نساندهم. احنا مش بندوس على رقبتهم، مش بنشتمهم، لا، هم في مصيبة، مصيبة كبيرة جدا، وربنا عافينا وعافي ولادنا ويعافي الولاد دول. لكن في ناس كتير قوي مشاركة، الناس اللي صوتها مسموع بتشارك، الناس الكدابة بتشارك، الناس المنافقة بتشارك، الناس اللي هي سايبة الولاد دول كده بتشارك، الناس اللي هي بتنظم الحفلات دي بتشارك، في ناس كتير قوي بيشاركوا، كل ربنا مكنهم في الأرض بيشاركوا. مش عايز أقول مدارسنا كمان، لأن احنا كمان للأسف، يعني للأسف الدين مش حاجة أساسية، الدين عموما، الدين عموما الإسلامية والمسيحية، الدين عموما مش مادة أساسية. العيال دي ما تعرفش دين أساسا، للأسف بندفع دم قلبنا عشان نعلم العيال دي تعليم وثقافة مش ثقافتنا خالص. فالعيال دي يعني ربنا يتولاهم وربنا يعافيهم إن شاء الله، ربنا يحفظ بلدنا ويحفظ ولادنا. نورتوني وشرفتوني، ودايما مع ألف سلامة.